يسعد صباحكم مشاهدينا ومتابعينا، انتم لكم تشوفوا فينا عبر قناتكم سميرة تي في من برنامجكم الصباحي سميرة مورنينغ. ان شاء الله تكونوا بخير، ان شاء الله تكون صباحتكم حلوه. صباحتك حلوه رياض. صباح الخير يا منال غضاب، صباح الخير على كل مشاهدينا ومشاهداتنا اللي اختاروا سميرة مورنينغ باش يجوزوا صباحتهم، باش ينوضوا اون فورم، باش تجيهم لابون انرجي بيان سور. ان شاء الله نجوزوا اوقات حلوه مع بعض. اليوم انا ومنال حبينا نروحوا نطرق لواحد النقطة اللي هي مهمة جدا في حياة أولياء التلاميذ اللي جوزوا البكالوريا وحتى التلاميذ اللي جوزوا البكالوريا، باسكو منال رانا في بيريود فيها ستريس مليار كما يقولوا. عرف الستريس تاع دوك أكثر من الستريس اللي قبل ما يجوز الباك ونهار يجوز. أنا بار إكزومبل لا كوزين تاعي أمل اللي نوجه لها تحية وليدها ميزو، أونفان بدر الدين عيطوا له ميزو، كنت نقول لها يا أمل خاطش كانت تقول لي لا أنا المهم يجوزوا غير يجوزوا سي بون. لا لا قلت لها كاين واحد لا بيريود واعره بزاف صعبه قوي. اصعب بيريود ولا مرحله هي هذه الفتره، تخمم حنجيبو ما نجيبوش، نهار الريزولتا يسنا في النهار ما كاش رقاد ونهار الريزولتا ما يحلالك ما يحلالك تحواس ما تحلالك ماكله العيد ويكونوا ما حلالهمش على بالك الله ربي معهم. دونك حنا ماذا بينا الناس اللي راهي تشوفينا تتصل بينا تقولنا كيفاش راهي تتعامل مع ابنائها في هذه المرحله، تصلوا بنا عبر الرقم الهاتف اللي على ظهر اسفل الشاشه. بصح هي سكي سيغ منال سيكو لازم الانسان يكالمي روحو. بالنهايه الباك خلاص جوزوه واللي راهو كاتبه ربي مرحبا به سبحانه. بصح جزت عليها وجزت عليها انت كرياض صح. الريزولتا تاع نهار الريزولتا اكزاكتومون نهار الريزولتا كي تشوف بلي جيرانكم كاين اللي يربحوا تسمع صغارك وانت مازال ما باش الريزولتا تاعك توجع. احكي لي انت يا ريزولتا كيفاش احتاجاتك كيف انا ديجا عايشه بالستريس. الو ايماجين ها الريزولتا انا مع الاول كي باتوا لي لا موين عن بالي الساعه عن بالي الساعه دونك معليش كانت يامات على سيرة الساعة كان واحد الموضوع ما حكيناش فيه مؤخرا. كاين عالم سوري عايش بروسيا مقيم بروسيا اخترع ساعة جديدة. ساعة جديدة كيفاش ساعة جديدة وشنو هي؟ فيها 30 ساعة ماشي 24 ساعة. كاين ساعة جديدة تم اختراعها وراهي تدور دوكا في السوق العالمية ساعة فيها 30 ساعة. بصح أهم حاجة أنه لوط بوناطيرو كان سبقوا في ذلك ودار تاع 48 ساعة. احنا ما نخدموش ب 30 نخدموا ب 48. خليني نروح نرحب بالضيوف تاعنا اللي راهم هنا. أونفا مولاة الدار بهية صباح الخير. صباح الخير رياض. شتي دخلناها السوايع إيه والله الله انا داخله في البطيخه هذه داخله سيزيان صباح الخير منال وشاكي صباح الحمد لله عايشك الحمد لله صباح احكي لنا وشنو هذا الجنه اللي راكي حطتها هنا. الله يسلمك لازم النشاط والحيويه وشنو منال انا طلبتها تقدري لنا صلاه دوش مالاي العقليه الاكارت هنا معليش نولي لا لا انت راك معنا نستفاد اهم شيء سكو نستفاد نولي واش نتشهن عيط لك يا با بروبليم مرحبا بك فوالا يلا واش راح نديروا اليوم؟ اليوم خيرنا اون سلاد دو فري توت سامبل فيها كاع الفاكهه اللي يسحق الجسم تاعنا وعلى بالك الفاكهه مع الصباح تعطيك الطاقه وتعطيك الحيويه وباش ما ندير السكر باش تقعد هيلثي 100% درت لها العسل. داكور تو سامبلومون نبدأ نعمر هاد البطيخات هادو يعني هاك صبتني بعد راني نخوي فيها. تما شنو هادي تما تخدمي بهادي ماشي بهادي؟ لا لا هادي لا لا نحيتها. داكور هادي دوك نخوي 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 ومن بعد نقطع لي فوي تاعي نواسيلهم شويه عسل ونحطها الداخل نخليها تبرد. تخي بيان مليحه. والجهه اللي من هنا هنايا بون اروح منا هنا عندنا الا دوموند تاني الحريره. الحريره شكون دوموندتها منال؟ ما نلعبش انا خاطر. يعنيش ما تبيعتيش. ما نلعبش انا دوكا منال وش تشاهد جي لنا الحريره بصح بنينه بصح بنينه او كونتخيغ دوموندتها قالت لي باش يدوقها رياض. باسكو هي دقتها ديجا ربي يخليك ما نسالكش خمت عليك يا كلاتها ما نسالكش خيرك ما نسالكش خيرك بون انا نشوفو زروديه هذا كركم هذا شوف هذا جوستومون الحكايه كاع في هذا امبوسيبل تسيب واش فيه باسكو هادو سي دي زيبيس بلوزيور زيبيس مخلطين هذا سبيسيال للوسم سبيسيال الحريره للحريره داكور تاع بلادنا سبيسيال الحريره هذا يجي واجد لا لا انا خلطته هذا فيه الكركم شوف هاك تشوف لي زيبيس اللي كاينه هنا دير فيه كام الكركم الزنجبيل وهذا سكو هادي بون الحريره تاعنا واش ندير نبدا لك من الاول نشدوا القدره تاعنا نقطعوا كاع الخضره كيما راهي طوماطيش بصل الثوم الزروديه عندك الحشيش والنعناع سورتو يتقلاو مونسو دجاج يتقلاو 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 ونزيدوا لهم لي زيبيس افيغ اميزور بالعقل باش ما يروحش لوكو تاعهم ومن بعد كي يطيب كلش كي يطيب كاع الخضره هذيك
نمرق نص تمريقه ونزيد عليها هذه وشنو هذه نوجدها لافي ريحه الخميره هذه الخميره لو فيغ دو بيير والفارينا داكو هذه واش اللي نوجدها في الليل خليها تخمر هكذا باش ما تضرش قلت لك يطيبوا كاع لي ليغوم نمرق نص تمريقه ونزيدها له وخليها تزيد طيب طيب بيان كي يطيب كلش نرحيها داكو هذا ما كان مليح دونك نخليك تخدمي اليك الخط مسحسكيه بيان سي كو درتي لنا الدجاج خلاص اللحم خلاص اللحم هاي اللحم بزاف والله كاملنا انا بعد اللحم الريحه تاعو مانيش نتنبش بها اكزاكتومون اكزاكتومون ميرسي بوكو يعطيك الصحه الله يسلمك رياضه توتال ان شاء الله هيا ملال واش عندك مع امل اليوم؟ اليوم راني في لو مونت تاعي في لابانتيغ سوغ سوا امل صباح الخير صباح الخير امل بونجور رياض سافا تي فا بيان الحمد لله الحمد لله الوغ اليوم نورمالمون لو تيم لابانتيغ سوغ سوا الوغ وي الوغ اليوم راح نخدمو فوق لا سوا ناتشوريل دونك دو بونجي باسكو سي ان بونجي عندهم لي نيميرو دونك انا اخترت دونك جي شوازي لا سوا ناتشوريل دونك تو بو لافواغ كان شحال خفيفة وهايلة ومام كان بليزيوغ موديل تاع لا سوا كان دي نيميرو في البونجي يعيطولو لا سوا مي سي دو بونجي دونك فيها بليزيوغ نيميرو تاع لا سوا وكاينين سوا دايرينها سبيسيالمون الوغ هادي لا سوا لا بانتيغ الوغ نقدر نخدم نو نقدر نخدم فوق لا سوا سوا ناتوريل كيما نقدر نخدم فوق لا سوا سوا ساتيني دونك جو با اوبليجي دو ترافي جوست سوغ لا سوا ناتوريل جو بو اوسي ترافاي فوق لا موسين دو سوا تاني نقدر نخدمها فوق لا موسيقى هذه لو ترونسبارون بحال الفولار الوغ بليزيوغ تكنيك سي نيشار وي سي نيشار سي فري دونك نقدر نستعملها انا حندير دي بتي كوسان ديكوراتيف بلا سوا باك ان جور جو فري دي جولي توني باغ اكزومبل لو تام اللي انا نشوفه عندك هو لو تام اللي حتى اللي راهو مورايا هكذايا لي زيريس اللي خدمهم اللي خدمتهم اللور دونك راح ندير دوتر فور دي ليس هادو لي زيريس دونك خدمتهم بلا سوا ناتوريل دونك بلا غام سيتا سيلك كما تلاحظوا هنا سيتا سيلك بي في او دونك هذه لا غام هذه تروح فوق لا سوا فوق تو سكي كولور كلير ديجا على باز كلير دون لو سور لو بلون اي سي اون بينتور كي تري ليكيد يعني لازم لها اون بانتور سبيسيال ما نقدرش نديرو لا لا ما نقدرش نخدم سيتا كولور دونك سيتا كولور تروح فوق لي تكستيل تو لي تو تيب دو تكستيل ابار لا سوا باسكو راهي جايه ثقيله بزاف عليها دونك فوق لا سوا شغل تجي خشينه تجي ثقيله ماشي كيما هذه راهي خفيفه بزاف مايها دونك فريمون تخلي لا سوبلاس تاع لا سوا ديالي كي نخدم بلا سيتاسيك باغ كونتر لا سيتاسيك لازم توجور واحد يخدم بلا غوتا لو كان ما نحطش لا غوتا هذا هو المحدد ديال الالوان تاعي لو كان ما نديرش المحدد هذا لا غوتا لا كولور تاعي حتفيزي تخرج من الديسان ديالنا دونك فوالا حنستعمل لا غوتا اي لا سيتا سيلك بي في او اليوم مع بعض ان شاء الله ان شاء الله الوغ كي العاده ترسمي فان بابي ولا توجي لازم نوري لهم داك ندير دي ديسان نخرج دي ديسان ندير كيما حبيت ديسان اللي حبيت انا درت اون فلور هكا رسمتها باليد نحطها من التحت بيسك راهي ترونسبارونت دونك كونت سي بلون اون بو فير اتونسيون كو سي ترونسبارون لاحظوا بيا اون ترونسبارونس جو با ولا تقدروا تشوفوا هكذا نورمالمون تبان جو بونس هكا تقدروا تشوفوا دونك اون ترونسبارونس نبدا نرشم بالقلم الرصاص دونك ان كريون ماش غرا كريون سيك نبدا نرشم بلا عقل باش ما يخرجوش بزاف لو كريون ما لازمش يبان بزاف من بعد هذا بيان سور كي نرشم نحطو فوق الميتي القرقاف ما نعيطو له ميتي بصح كاين تاني قرقاف تاع تاع الحطب كيما اللي موراك هذا قرقاف هذا سي تا ميتي هاوليك يعني مازال ما استعملتوش هذا يا سي تا ميتي ان بو بلو بروفيسيونيل تاع بي بي او دونك يجي هكذايا نحيهم يجو اربعه نبلاسيه وندير حساب الـ حساب اون فيت لو تكستيل اللي عندي دونك لا درت 40 سور 40 نقدر نقص ونزيد فيه معليش ما عندناش قرقاف عندنا دي شاسي اون بوا كيما انايا دي شاسي تاع لي تابلو دي فوا كي يفسد لي ان تابلو ولا ما نرميش لو كادر تاع الحطب هذاك بهذاك لو كادر نحط جو تيغ لا سوا ديالي افيك دي بونيز اركيتكت فوالا علاش نقولو بونيز اركيتكت فيهم ثلاثه لي بونيز اركيتكت باش ما يتقبوليش لا سوا ديالي ما يتقبليش القماش تو كور دونك نحط بلي بونيز اركيتكت جو لو تيغ بيان لازم نجبدو مليح ومن ثم نبدا نستعمل لا غوتا دونك نحدد كاع لو ديسان ديالي نعطيلو الوقت ينشف لمدة تما 10 20 مينوت دو سيشاج اي جو كومونس لابليكاسيون دي كولور تري بيان من بعد نرجعو نشوفو لي كولور اللي حتحطيهم لنا اليوم افيك بليزير ان شاء الله يلا نروحو الان لفقرة ميك اب ارتيست يا فوت كوني معنا اليوم سميرة موني الموديل اللي راهي معاك اليوم مش كحد ديالها لهم
الميك اب سي تو صافي نورمال بصح لو ستيل تاع الميك اب لحد دايره دونك سا سرا ميك اب ماشي شارجي حاجه ان بو غلوي تاع تاع الصيف تاع الصيف حاجه ان بو تما اللي نقدروا نديروها جورني ولا لا نوي ماشي بزاف ثقيل على على لو فيزاج تاع تاع مو مانكا جي كومونسي بار ليدراتاسيون هي صح دونك اون هيدرات بيان سيروم و ان برايمر pour que le teint يكون vraiment parfait ou باش يشد فيه le maquillage ou j'ai commencé par les sourcils ou بعد on attaque les yeux ça sera étape par étape les sourcils تبعها على حسب le visage ou la كاين une forme tendance تبعها ça sera exactement على حسب les sourcils تاعها je vais juste un peu cacher تما les imperfections من تحت et tout mais je vais suivre exactement ces sourcils je m'embêtelouhach بزاف C'est ça. Le maquillage, c'est un maquillage simple, les couleurs nude ou la quinze des couleurs tendance là. Les couleurs nude, ça sera ça sera l'idéal. L'idéal. Idah bina nroho les couleurs, les eyeliner en couleur. Quinze du bleu, quinze l'orange tan, il est très tendance. Le vert tan, il est très tendance. Ou quinze les strass. Il y aura quelques petits strass et tout sur les yeux. Alors, même la journée, tu as des strass ou la rire pour le soir. Ça dépend des événements, les trois Pas pour tous les jours, n'importe quel événement. Mais les strass, alors, on a beaucoup de tendance à dire. On peut même faire des petits dessins sur les yeux et tout. Tu m'as regardé les côtés. نرجع لك من بعد أني سوف نشوف le final تاع le make-up ونقصروا معك. Exactement. Merci. Bon courage. نرجع لك رياض يلا مرحبا بكم انا من جديد نورمالمون دوكا في هاد الصبيحه واش تي سخانه كيفاش راهي تو فقره السباحه ماشي رياضه اوف السباحه هي ثاني رياضه مي نورمالمون سباح مانيش غلط نروح لاصال دو سبور هذه المره نروح لاصال دو سبور هاي المشاهدين نتابعوا هذا الفقره تاع جيم لاند ونعاودوا نرجعوا بقاو معنا صباح الخير ومرحبا بكم معنا معكم كوتش هادزيا بوباحة كوتش دو فيتنس اي ميسكولاسيون ورانا هنا من لاسال ذا جيم لاند اليوم جبت لكم اون سيونس تاع لو با دو كور مجميع وحده حابه تخدم لي جامب تاعها فيسيي سورتو فيسيي هادي لا سيونس بور توا الوغ بروميير اكزرسيس نبداو به نسحقو التير ولا يعني المهم ان اوبجي وين يزيد يتقلب يزيد لك لانتونسيتي اون اي لا اي اون ترافاي لي دو جامب On écarte les genoux et on descend en dos droit. On met une sèche, c'est neuf sauts, toujours. C'est quand même les mouvements tannants. Voilà, c'est le premier exercice. Deuxième exercice, je vais maintenant faire deux haltères tannants. Vous laissez jusqu'à la main, il y a la confrontation. On est là. Et on descend. On est là. On rajoute bien le fessier. Les deux jambes sont fléchies. Et on travaille, gardez toujours le dos droit. On retourne les haltères, les freins mal cortés. Très bien. Là, c'est le deuxième exercice. On retourne les haltères. On retourne pour le troisième exercice. On retourne sur le sol. Toujours avec l'haltère. On est là. On retourne l'haltère sur le bassin. On retourne. Les deux jambes en 90 degrés. Et vous travaillez. Pour que vous puissiez encore plus, vous pouvez faire des choses avec vous. Et on travaille. Inspirez, expirez. Vous quittez le fort, contractez le fessier. Vous allez bien. Très bien. On a un dernier exercice. Vous pouvez faire les haltères. Vous pouvez faire quand vous voulez. Vous pouvez faire comme ça au début. On va faire l'haltère pour vous montrer. On va faire là. نديرو رجلينا اون فورم دو تريانغل خرجو بيان نعاودو نطلعو غاردي توجور لو دو دووا انسبيري اكسبيري وكي تطلعو فو كونتراكتي لو فيسيي اي اون ترافاي سانز التير سا دون سا نديرو لهنا اي اون ترافاي طول طون تري بيان يبقالنا اخير نحطو يدينا L'exercice elle est basique, elle est quand même tarfo, mais en même temps il est excellent et très efficace.
وكامل هالتمارين نقدر نخدموهم 4 فوا 15 ولا 4 فوا 12. هذه هي كملنا الحصه تاع اليوم. سيتي اون سيونس تاع لو با دو كور خفيفه وظريفه و تري تري افيكاس. نقول لكم الى اللقاء ونتلاقاو في فقره اخرى. فقرة رياضية رجعنا لكم، لكن هذه المرة عفوا مع تطوير الذات. تطوير الذات هذه الصبيحة راح يكون مع السيدة سمية جباري. مرحبا بك. مرحبا وشكرا على هذه الاستضافة، وإن شاء الله تكونوا دائما منورين الشاشة بهذه المواضيع الهادفة. ربي يخليك، دائما الشاشة تكون منورة بكم وسيغتو بالنصائح تاعكم سيدتي. كنا احنا في البداية تكلمنا وقلنا أنه رانا في مرحلة وفترة صعبة جدا على أولياء التلاميذ اللي اجتازوا امتحان شهادة البكالوريا وعلى التلاميذ بحد ذاتهم. دونك المرحلة هذه قبل وبعد إعلان عن نتائج صعبة. صعبة جدا. شوف نقول لك أنه هذا الإحساس طبيعي جدا، بقدر ما نقوله صعب بقدر ما أقول لك أنه هو طبيعي جدا. هذا السترس، هذا القلق، هذا النتيجة، ولا شوف حتى إحنا كأهالي ما كاش فينا اللي ما يحبش ولده ينجح، ما كاش فينا اللي ما يحبش أنه يرفع راسه قدام العائلة، ما كاش فينا اللي ما يحبش يرفع راسه قدام الجيران والمحيط تاعه. لكن إحنا نغفلوا على حاجة مهمة جدا، هي الجانب النفسي والصحة النفسية تاع أبنائنا. الإبن تاعي قدم ودار اللي عليه وشافوا دار وحاول وراجع، بالك درت له ليكو، بالك اقرا، بالك كذا. حنا هاد ستريس وهاد المرحله اللي قبل الامتحانات لازم ناخذوها بعين الاعتبار. كيفاش ناخذوها بعين الاعتبار؟ نعرفوا بلي ولدنا هذا قرا، هذا ولدنا اجتهد، هذا ولدنا دار اللي عليه. هاد المرحله الخطا اللي نوقعوا فيه كاباء وامهات واش هو؟ نبداو نعمروا له راسه بالنتيجه. انت يا راك تضل في الفيسبوك، راك تضل برا، راك تضل مع اصحابك، اسنى شوفوا كي تجي النتيجه تاعك كيفاش نديروا معك. ومن بعد انت يا ما تخدمش، انت يا انت والله انت يا بوريكو على روحك، انت ما تقراش، انت على روحك. بداو يعايروهم بالالفاظ السلبيه السيئه. هذا الجانب اللي انا نكثر فيه في التعامل مع ابني، واش راح ندير له؟ راح نبني له في عقله الباطن عقليه، وحنبني له بناء يهدم له الذات تاعو بلا ما نشعر. علاه؟ لاني راني نرمي له بعض العبارات اللي تدل على الفشل، بعض العبارات اللي تدل على العنف، بعض العبارات اللي تدل على انك ماناش مرتاحين منك ورانا نستناو في النتيجه. هذه واش تبني؟ على بالك بلي راح تفقد له حتى الثقه في الذات تاعو. وهذه اللي احنا ربما بعض الاولياء ما ينتبهولهاش. لذلك احنا نقولوا هذه المرحله اولادكم راهم ستريسي، خلوه وحاولوا انكم توفروا الجو الهادئ. كيفاش نوفروا الجو الهادئ؟ نوفروا الجو الهادئ باننا ما نقدروش نفتحوا له هذا السوجي في كل لحظه، ماشي نعيوا لراسه غير بالنتائج والبكالوريا ورانا نستناو وفقتاش. نحاولوا انه نديروه كانه لا حدث. شوف هي صعيبه وماشي صعيبه، صعيبه وماشي صعيبه. هذه تاع نحاولوا نديروه لا حدث، كانه لا حدث. نعم، شوف لانه نقول لك باش نخدموا على الصحه النفسيه نحتاجوا حنا لازم نكونوا متقبلين هذه الافكار. حنا كاولياء علاش نقولوا حنا مثلا المدارس هادو ما نقولوا ديروا دورات تاهيليه ودورات تدريبيه حتى للاباء وللامهات كيفاش يتعاملوا مع النتائج؟ لانك انت كي تكون فارغ ما تحمد والو لوليدك. لكن سيده جباري عفوا، نعم، في نقطه ندير دورات تاهيليه وتوعويه خلال، نعم، العام الدراسي، نظن هو باب من ابواب تضخيم البكالوريا، اننا نضخموا فيها احنا في حد ذاتنا كاشخاص، كتلاميذ يضخموا فيها وكاولياء، فكره التضخيم في حد ذاتها نورمالمون نتخلصوا منها. هي الدوره التاهيليه ماهوش من باب انه تضخمي البكالوريا، لا، انت راح تمدي توجيهات للاباء والامهات كيفاش يتعاملوا مع ابنائهم في فتره الامتحانات، ما قبل الامتحانات اللي هي فتره دراسيه، قبل الامتحانات وبعد الامتحانات، كل المستويات، انت مش يعني حتقرنيها بالبكالوريا فقط. كجزائريين وصلنا، نعم، المرحلة الاولياء يروحوا يديروا دورات تاهيليه. شوفي انا بالنسبه لي درت، انا درت في المتوسطات ودرت في الثانويات. وكاين اولياء لبوا، كاين اولياء وحاضرين. كيفاش درت في العاصمه؟ هو تاع جمعيه اولياء التلاميذ او مدير المدرسه يجمع الاولياء ويجمع الاساتذه ايضا. انا قدم دورات حتى في الفاعليه عند التلاميذ تاعنا كيفاش نرفعوها لهم. راكي تشوفي ابنائنا الرسوب ما يقراوش، ضعاف، ما يحبش يروح المدرسه. كيفاش انا كمعلم نمي الدافعيه عند الابن باش تكون نتائجه مليحه ويجوا الاولياء؟ الاولياء درنا معاهم خدمه مليحه في هذا الجانب. احنا ما نقرنوهاش بالبكالوريا، نقرنوها بالصحه النفسيه تاع الابن تاعي خلال كل المراحل، نخدموا على هذا الجانب. لانه شوفي لو تخدمي على المستوى النفسي تاع الابن تاعك من الصغر تاعو في المتوسطه وفي الثانوي، انت راكي تحوسي على الشخصيه السويه تاع الابن. غدوه من غدوه كي تجي نتيجه الامتحان ما تشقيش انك ديري معاه خدمه واحده اخرى. احنا عندنا تاع اللحظه،
عندنا بعض الاعمال تاع اللحظه جايه النتائج كيفاش ندير مع وليدي، علاه ما نديرهاش في السنه ويكون تفاهم مع المؤسسات التعليميه هذه وبعض المختصين ويديروا لهم دورات للابناء ويديروا دورات حتى للاولياء ماشي يوميا. دوك انت في العام ديريها مرتين ولا ديريها مره باش توضحي، ولا راكي تنمي فيهم القدرات، تنمي فيهم ذلك الجانب التوعوي باش يتعامل مع هذه الفتره. لانه شوفي حاليا وصلنا لمرحله خطيره جدا، الخوف يؤدي بها الى الانتحار، راكو سمعتوا في البيان، ما جابت نتيجه انتحرت، ما جابش نتيجه درك انت نحن نسمعوا مع البكالوريا لا قدر الله. المشكل انه التلاميذ صح يستناو لي ريزولتا تاع الباك، مي ماشي باسكو فرحانين انهم رايحين مرحله جديده، خايفين من والديهم. نعم، تخوف انك ما نجيبش الباك الوغ مي بارون يزعفوا يهربوا، هذاك التخوف كيفاش ممكن نتفاداوه؟ صح، هذا التخوف هو يرجع للاباء قبل كيفاش يتعاملوا مع ابنائهم. انا كأم كي نغرس الخوف في العقل تاع الباطن تاع ابني اكيد راح يستنى ديك النتيجه كما تشوفيها في المستويات الاخرى وتصرى سنويا يبدا الخلل، يبدا القلق، يبدا لاني انا ما عرفتش كيفاش ننمي في الابن تاعي بانه هذا مجرد امتحان، انت درت اللي عليك، اذا جات النتيجه ربي سبحانه مقدر لك هذه النتيجه سواء كانت ايجابيه ولا سلبيه. احنا ما علمناش ابنائنا انه يكون عندهم الرضا على انفسهم، كي نعلموا الرضا على نفسه انا نشجعه خلال سنه. سمحي لي قطعت لك كلامك، مي كما يقول لك لازم يتعلموها الاولياء قبل باش يرضاو باش يديروا ولادهم باه يعلموها لهم. نعم، علاش قلت فاقدوا شيء لا يعطي، هذه القاعده راهي معروفه. علاش قلت لك لازم الاولياء؟ ونقول لك حاجه، درك الاولياء والامهات والاباء بداوا يفطنوا شويه، يديروا دورات، يدخلوا الانترنت، يبحثوا على هذه الامور، يحبوا يفهموا. كاين بعض الاولياء ولا غير دايرين الخطوه في هذا الجانب، يسالونا في اطار الاستشارات كيفاش يا ابني انا شتو مقلق بزاف كيفاش ندير معاه، كاين فئه معينه ولا غير بدات تحاول تفهم. لذلك احنا نقولوا ثقافه صارت ضروريه، توعيه بدل الاباء والامهات باش نروح للابن. معليش حنا راكو دوك الحصه كيما هذه ولا هذه الجلسه ولو انها خفيفه، لكن ربما نقدروا نمدوا اشارات للاولياء. نقول لهم يا اولياء قبل من الامتحان والنتائج تاع الامتحان حاولوا تحافظوا على الهدوء. علاش قلت لك باللي لا حدث؟ انت راك ضحكت، على بالك واحد اخر يضحك ثاني، لكن لو كنقراوها بقراءه موضوعيه نفسانيه راح تسيبها اكبر حل ليك. انت كي تحسس وليدك باللي هذاك النتيجه اللي راح تجي ولا يوم اعلان النتائج ماروش حاجه اللي تهز العائله، واش الحاجه اللي تهزك انت كشخص؟ لانه حنا مشكلتنا واش ربطنا؟ ربطنا النجاح بالشخص، بالشخص صح. ربطناه بالشخص. نواصلوا معنا، استقبلوا الاتصال. الو الو، السلام عليكم. وعليكم السلام، صباح الخير. كراكي مانا رعايا؟ لاباس الحمد لله، سؤال عليك. يسلمك اختي، كراك رياض؟ والله غير الحمد لله، انتم بخير؟ لاباس الحمد لله. كي راه وهران؟ راهي وهران، راه الحمان راه فيها. كاش كران ولا؟ وكاين كارن هي قولي لي. بغيت نركيولك ارسلينا. قولي لي مريم، عندكم شكون جوز الباك في لافامي؟ عندنا وعندنا ثلاثة. الله يبارك فيك. عندكم ضغط هذا العام؟ تما الضغط أو ثلاثة؟ ثلاثة. شوف عندنا السيزيام والبيام والباك شنا. ربي معاكم. يلا مريم، معنا سيدة جباري إذا تحبي تحكي معها فيما يخص البكالوريا، خصوصا أن النتائج راهي على الأبواب. واه النتائج كما قال لك. ما كاينش تسمعي فينا مليح كما قال لك. الو، أكيد تسمعي فينا. صايي نسمع فيكم. داكو، أي معنا سيدة جباري. اليوم رانا نتكلموا كما شاهدتي على كيفاش راهم يجوزوا ليامات قبل ما يعلنوا النتائج تاع امتحان شهادة البكالوريا. اسكو كاين خوف في الدار؟ اسكو كاين قلق؟ احكي لنا كيفاش راهم. شوف هذيك تاع القلق هذيك باينه بلي كاين فحنا والله كيما قال لك راهم كي رانا نروحوا عندهم وكاع شغل نكالموهم نقولوا لهم زعما ما تربحش الباك نورمال، ماشي زعما كيما قال لك لا فان دي موند ولا ما ديتيش سنه تعاود ديه العام الجاي. اها هذه زعما ماشي زعما كاين اللي شغل بنت خالتي ثاني عندها امها مزيرتها، فحنا شغل رانا نكالموها هي نورمال زعما ما راش عندها مشكل دروك. خيبيا اون توكا، حضر معنا الاخصائيه جباري، اذا عندك سؤال تطرحيه عليها تفضلي. انا مرحبا سيده. مرحبا بك مريم. كي راكي اختي غايه؟ لاباس لغي الحمد لله، متشرفين بسماعك اليوم. يسلمك اختي، بارك الله فيك، ربي يحفظك. الله يسلمك اختي. انا غير بغيت نسقسيك زعما شوفي حنبوك نهار اللي تكون غيزيلتها وهذوك اللي خسروا كي نديروا شغل نديروا لهم الكوراج، هذه هي.
سهل الحل دوك نجاوبك. نطلب المظهر دوك نجاوبك ديروا القرفة في المظهر نشربوا له دوك نجاوبك مريم إن شاء الله سمعينا قايم معنا. طيب شوفي مريم راهي عطاتنا واحد لاستوج سهلة كيما قلت لك بلي كاين بعض العائلات راهي تفهم قالت لك حنا ما كثرناش الأمر هذا ما ضخمناش لكن نقولوا لهم نقطة عادي. أنه الوالدة تاع الطفلة تجوز البكالوريا تضغط عليها هما الانتوراج اللي راهو يعاون فيها. نعم تضغط الوالدة لأنه المشكلة دركا حنا رانا نعلموا ولادنا بلي يقراوا على جالنا صح لو دربت وليدي يعني حتى الطفل هو حس صحب اللي يقرا الوالده يقرا الوالده ويخير اختصاص اللي يطلبوا منه الوالده اللي يطلبوا الوالده وهذا خطا كبيره صح. انا راني استاذه في الجامعه ورانا نشوفوا الابناء اللي يجوا يعني من غير تخصص اللي اختاروه كيفاش ولاو يديروا في يعني كيفاش ولات حالتهم النفسيه ومردودتهم العلميه. هذه نقطه مهمه مهمه جدا ان شاء الله نهضروا فيها. طيب نكملوا مع مريم. احنا عندنا هذا الاولياء كي تكون دوك واحد في العائله واحد كبير مثلا كيه ما هي تشد الام هذه تقولها ما تضغطيش على بنتك الامر هذا خلاص راهو فات راهي دارت لي عليها وان شاء الله تكون نتيجه مليحه نحاولوا احنا نخفوا الضغط على ابنائنا. الامر الثاني اللي قالته احنا صح لما تكون النتيجه ايجابيه صغاريت والفرحه وكذا ما عندناش مشكله خلاص نحل المشكل. مشكلتنا وين راهي لما النتيجه تكون سلبيه احنا ما نقولولوش راك فاشل نقولوا له النجاح تاعك راهو مؤجل نجاحك راه مؤجل. هي سقسات قالت كيفاش نتعاملوا معه. انا نقول لك شوفي راهي ديري حاجه واحده لو الابن هذا لا قدر الله خرجت نتيجه سلبيه اول حاجه يديرها الاب ولا الام يحضن وليده هذا. شوفي الحاجه الى العاطفه الحاجه الى الحب الحاجه الى الاحتواء احوج ما يحتاجها الابن اثناء لما يحس روحه باللي ما راهوش كيما زملائه ما جابش. شوفي هذاك الحضن كي تعطيه له تصوري معايا هذاك الحضن طبطبي عليه معليش وليدي فيها خير انت نجحت انت اللي درت هذا يعتبر بالنسبه نجاح لانك انت قدمت اللي عليك. ربي ما قدروش علاه لانه شايف لك الخير في العام الجاي شايف لك الخير في اشياء اخرى. نقدر نضرب له مثال بسيط. شوفي احنا الطلبه اللي راهم يجونا مثلا يجيك بمعدل 10 معدل 10 يسيب روحه ما يدير حتى حاجه اللي يحبها صح. يحب ميديسين دا 10 يحب لانفورماتيك دا 10 فنقول له انت ربي سبحانه وراه مأجلك باش تقدم تعاود تخدم مليح وتدي معدل كبير بحيث كل حاجه تنويها تقدر ديرها. فنعزز له الثقه ونعزز له الروح الايجابيه ونرفع له المعنويات ماشي ندير كيما يديروا بعض التصرفات تاع بعض الاهالي ربي يغفر لهم انت فاشل وانت بهدلتنا وانت الجيران راهم يخزروا الناس كامل كاين صغاري حنا بيتنا ما كاش. لا سامحيني هنا عندنا نقطه شرتي لها الكبت العاطفي العائلة عندنا الحرمان العاطفي حرمان وكبت كبتوا العاطفة تاعهم كبتوا العاطفة صح الحرمان العاطفي إن شاء الله ديري عليه موضوع بالك نناقشوه بشكل أكثر تفصيل. الحرمان العاطفي في كل مستويات حتى بين الأزواج حتى بين الآباء والأمهات حتى وشوف هذا الحرمان العاطفي يدي حتى إلى أمور تاع الطلاقة. المخرج جاو يعطيني واحد يعطيك واحد معليش أنا مانيش نسمع فيه خليني أنا بعفويتي راني نهضر إن شاء الله نعز لكم العاطفة وده. فالجانب العاطفي الجانب الصحة النفسية شوفي مانيش نقول لك جانب نفسي فقط منال نقول لك الصحه النفسيه. انا الابن تاعي كيقويه في هذيك اللحظه صح يبكي صح يزعف صح يتاثر وبعد انت عززتي له جوانب ايجابيه نهار زوج يعاود يوقف من هذاك الامر يعني لكن سؤالي كان في محله سيده جباري لكن تصوري بطبيعه الحال لكن تشوفي حتى لو انا عندي كبت ما نعرفش نمد العاطفه تاعي كلمه طيبه وليدي فيها خير نتايا باذن الله ربي شايف لك الخير العام الجاي وتجيبوا افضل ولكن شوفي ما قعدناش بزاف وقت سمحي لي قاطعتك. لا قبل والله غير لازمنا نهضروا في النقطه هذه ولا نروحوا للاتصال بعدها نرجع لهذه النقطه. اوكي الو صباح الخير. الو صباح النور صباح الخير صباح الورد مرحبا بك. شكون معنا امينه من المعسكر صح عيدكم الله يسلمك صح عيدك سنين دائما ان شاء الله. هذا الموضوع عجبني تاع تطوير التلميذ سواء يجوز شهاده البكالوريا او شهاده التعليم الاساسي او السيزيام. شوفي احنا رانا نتكلموا على كيفاش يجوزوا لا بيريود اللي قبل ما يعلنوا بها على النتائج. هي لا بيريود هادي باسكو انا فوت انا كي شغل جوزتها انا ديجا فوت البكالوريا زعما كي يقول لك مرحله صعبه جدا صح. كيفاش تقبلوا اهلك الوالدين تاعك كيفاش حضروك نفسيا لي ريزولتا؟ احنا ديجا كنا شويه دون المستوى بصح حضروني كشغل ولا يقولوا لي لا ما كانش هذا العام كاين العام الماجي لا ما كانش العام الماجي مازال كاين فرص في ماشي غير في هذاك العام ولا في العام الماجي كي شغل الحياه تاعنا دائما فيها فرص. اي اون فان دو كونت فاش جبتيه في العام الاول ولا كيفاه؟ لا ما جبتوش ما نكذبش
معليش عادي بصح درتي اختصاص اخر. شوف البكالوريا ماشي نهايه الحياه، ما تجيبيش البكالوريا ممكن ديري اختصاصات لا اخرى. لا اختي البكالوريا هي باب من ابواب مش باب رئيسي، نهايه مصير الانسان. ولكن ولكن ما سي با لا فان دو موند، خلينا نقولوا باللي ماشي نهايه العالم. عندي خوتي في الدار هنا التاوه، دارنا كاع زعما التاوه الحمد لله. باسكو لو كان لو كان العالم كاع يدي الباك ومن بعد ما عندناش جو سي با ما كانش باش يخدموا الناس التكوينات الاخرى. واحد اكثر ما نلقاوش وين نشرو، ما نلقاوش وين نحفو، ما نلقاوش وين. هذا فقط رياض، بصح هي مهم سيدة أمينة تكون عند الانسان ثقافه. شوفي هي مهمة كما قلتي بصح ما راهيش باب من الأبواب، صح مهمة لكن مش درجة أنه الواحد يحط كامل تفكيره في البكالوريا. ما تجيبيهاش ديري اختصاص آخر وتنجحي في حياتك. الإنسان تسمحي لي مام الدكتورة اللي راهي معك، زعما الإنسان الوالدين ما يضغطوش على هذاك التلميذ، لازم يقولوا له معليش شوية هذا الخطأ، من بعد احفظ، من بعد ريح شوية، معليش لما جبتيش هذا الخطأ جيب لي الخطأ الجاية. في شغل لازم الوالدين يحضروا هذاك التلميذ ولا هذاك الولد تاعهم بطريقه حضارية. علميه وحضاريه. صح يعطيك الصحه امينه، شكرا لك. ما قعدناش بزاف وقت لهذه الفقره، شكرا على اتصالك، يعطيك الصحه ربي يخليك. نعاود نولي لك استاذه للنقطه تاعي هذه اللي حبيتها نحكي انا التجربه تاعي. انا شغل ما كنتش فور بزاف في القرايه ايتو سورتو في تيرمينال كي تعرفي شغل دخلت موسيقى جو سي با كوا، مي لا مامون تاعي كانت محست لي انه لو كان ما نديش الباك راح تكون صح نهايه العالم. صح. لو كان ما تديش الباك راح ما تنجحش في حياتك، احلامك تروح. نعم. ما كاش كون يصرف عليك، انا ما نصرفش عليك تقول لي. دونك انا شفتها حاجه ايجابيه، هي سي فري كو عشت طريقه الطرح، عشت طريقه كيفاش حكيت معاك، حسيت باللي راح تكون اون ريسبونسابيلتي كبيره. من نكذب عليك شغل لو كان ما درتليش هكاك لو كان ما رانيش قاعد معكم هنا دوكا. صح. يعني احيانا الضغط يكون مفيد بصح على حسب الطريقه اللي ضغطت بها عليك، لا فازون كيفاش تقول. هو ما نقدوش نسموه ضغط، كاين توجيه وكاين ضغط، لانه الضغط النتائج تاعو دائما سلبيه، لكن كاين توجيهات. كي تجيب البكالوريا لانه هنا واش دارت معك؟ دارت معك غسيل المخ، قالت لك ما تجيبش البكالوريا ماش راح تقدر تخدم، ما راحش تقدر تصرف على روحك، بنات لك افاق اخرى، فغرست لك في عقلك الباطن واحد الاشياء، واحد الاهداف اللي انت ربما حتى ما كنتش مركز معاها مليح، باللي انت ثاني راك تخمم مستقبلا، لازم تصرف على روحك، لازم تشري لبسه مليحه، لازم تواكب العصر تاعك، شكون يمك تعطيك المصروف؟ اذا القرايه هي اللي راح تجيبها لك، فدارت لك نوع من انواع التحفيز، هذا نسموه التحفيز. والترغيب. ترغيب والترهيب استعملتهم هي وسيلة أمريكا. قرآنية أيضا. exactly. ترغيب والترهيب دائما يكونوا مرتبطين مع بعضهم. صح. البعض احنا علاش نشجعوا بعض الأهالي لينميوا هذه القدرات عند الأبناء تاعهم، يفتحوا لهم آفاق بالنجاح، لكن في نفس الوقت يفتحوا لهم آفاق أخرى أثناء عدم يعني عدم النجاح. احنا قلنا ما نسموش يعني عدم النجاح، نقولوا تأجيل النجاح. إذا الولد أو الواحد كما قلتوا دركا ولا احنا كامل دائما نقولوها باللي ماشي سي با لا فان دو موند اللي ما جابش بكالوريا، لكن ما نغفلوش على أنه البكالوريا هي فارقة بين مرحلتين عمريتين. صح. فارقة بين مرحلتين مهمتين. احنا عندنا فروق فردية بيناتنا كأشخاص، كأبناء عندهم فروق فردية، هذه الفروق الفردية هي اللي تخلي الواحد يقدر يطلع وتقدر الآخر ما يطلعش. فرق الاستيعاب، القدرة على التجاوب، القدرة تاع الشخصية تاعه والجانب النفسي. بالتالي اللي ما نجحش قلنا له ما نجحش في البكالوريا، تعاودوا المرة الجاية، تعاودوا بعدها، لكن ماهوش نهاية العالم. تقدر دير تكوين. تقدر ديك تكوين. شوف درك الآن مجالات التكوين راهي مفتوحة بشكل كبير. المهارات كما قلت أنت بالك كنت منشغل بالموسيقى، كاين اللي عنده مهارات يروح يدير المهارات تاعه. أكبر شيء نخافوه حنا الآن بعد التسرب، كما يكونش الناجح يكون تسرب، بعد يولي عاطل ويولي قاعد في الدار ويتمعلم على ماليه وما يدير حتى حاجه، هذه هي اللي نخافوها حنا. اكزاكتومون. لذلك حنا نديروا التوجيه في الاتجاهين. الكلام راهو حلو نورمالمون، نريحوا معاك كاش ساعه ونص واحده اخرى كامل، ولكن ما نزيدوا نديروا حصص اخرى في مواضيع اخرى. الضيوف تاعكم كامل حطوهم على الجانب. ربي يخليك، شكرا لك جزيلا. الاخصائيه في تطوير الذات ساميه جباري كنت معنا واستفدنا منك وحتى المشاهدين. المشاهدين نقول لكم فاصل قصير بعده راح نعاودوا نرجعوا، ما تزابيوناش. رجعنا لكم متتابعينا دائما في هذه الصبيحة، ثم اللي التحقتوا بنا الآن قلكم صباح
صباح الخير عليكم وصحة قهوتكم. ممكن تتصلوا بنا على الرقم الظاهر أسفل الشاشة. موضوعنا التفاعلي لهذه الصبيحة حول البكالوريا أو حول التحضير النفسي لنتائج البكالوريا من قبل الأولياء وحتى التلاميذ الممتحنين في هذا الجزء رياض. اكزاكتومون، ولكن خرجنا بنقطة مفيدة اللي هي اللي ما جابش الباك ماشي راح تكون نهاية العالم، لأنه ماشي كامل الناس لازم يكون عندها باك. هذه حاجة ضرورية، لازم يكون نيكيليبغ. بزاف نجحوا بعد ما جابوش الباك، يعني مش شرط تجيب الباك تنجح في حياتك. اكزاكتومون، منال بزاف ناس نجحوا كي ما جابوش الباك نجحوا، وكاين ناس اللي جابوا الباك وجابوا لا ليسونس بصح ما خدموش في لو دومين تاعهم، راحوا لاختصاصات أخرى، مثلا فتحوا مؤسسات ناشئه. صح رياض، هذه النقطه اللي راح نطرقوا لها هذه الصبيحه في جزءنا الثاني من برنامجكم سميره مورنينغ. شكرا مشاهدينا، نروحوا نتعرفوا على المؤسسه الناشئه، هذه المؤسسات الناشئه وهذه الوزاره الجديده اللي دخلت الجزائر. بعدها نرجع لكم مع ضيفتنا. المؤسسات الناشئة أو Startup Companies هي شركات غالباً ما تكون حديثة النشأة وفي طور النمو والبحث عن الأسواق، وتبدأ عادةً بمؤسس فردي أو عدة مؤسسين اللي عندهم فكرة حول مشروع مصغر حابين يجسدوها على أرض الواقع ويطوروها. وهذا المصطلح أو المؤسسات ظهرت مؤخراً في الجزائر وأصبح عندها وزارة كلها قايمة عليها اللي تدعم الشباب وترافقهم عن طريق قانون الاستثمار اللي يفتح لهم المجال للولوج لعالم ريادة الأعمال، وهذا كامل من أجل المصلحة العامة بما أنهم راح يساعدوا في النمو الاقتصادي وأيضاً للحد من هجرة الأدمغة وهدر الكفاءات. وهذا النوع من الشركات مصدر جذب للمستثمرين ورواد الأعمال الكبار، وبحسب آخر الدراسات فإنها تتميز بسرعة النمو والعائدات العالية جداً. إذا مشاهدينا كما شفتوا تعرفنا مع بعض على المؤسسات الناشئة. الناس كاملكم حابين ديروا مؤسسات، يعني عندكم الفرصة باش تقدروا تنجحوا في بلدكم الجزائر. خلونا من هذيك الحرقة، خلونا من الهروب وكذا، في بلادك تقدر تدير مشروع ناجح وتقدر تدخل به دراهم والحمد لله تكون مسؤول وتنجح بحول الله. هما داروا على جال هجرة الأدمغة رياض باش يتفادوا فكرة هجرة الأدمغة. عندنا مواهب، عندنا أدمغة ما شاء الله في الجزائر، نتفادوا ونحافظوا عليهم في بلادنا من خلال هذه الوزارة الجديدة. وعندنا ضيفة الآن في هذا الموضوع. طبعا تحضر معنا صاحبة مؤسسة ناشئة اللي تحمل عنوان ألفا كلين جروب، سيدة مها أمال. مها أمال كيفاش؟ براهنة. أيوه مرحبا. الله يسلمك. صباح الخير. مرحبا بكم، شكرا على الاستضافة تاعكم. شكرا لك. مرحبا بك. مها، انتي درتي اختصاص مختلف تماما عن اختصاص دراستك. نعم. درستي كونتابيليتي، جبتي البكالوريا. نعم. في وقتك ما شاء الله عليك، مبروك عليك. وركزوا معنا مليح يا مشاهدين باش تعرفوا واش قرات والمسيرة تاعها ومن بعد وين راحت. فوالا مسار مختلف تماما. بعدها افتتحتي مؤسسة ناشئة ولا مجرد ستارت اب؟ فكرة في الاول، كانت مجرد فكرة برك، ومن بعد مع الوقت جسدت هذيك الفكرة، درت ليتيود دو مارشي تاعي. يعني قبل ما نروحوا ليتيود دو مارشي ونحكيوا على واش راكي دايره دوكا في المؤسسه الناشئه، بعد ما جبتي البكالوريا ودرتي اختصاص كونتابيليتي خدمتي بالاختصاص تاعك مده كبيره. ايه طويله بيان سيغ. ايه بعدها مع الوقت فهمتي انه ماشي مجالك في الكواليس. ايه نحكيوا على هذيك المرحله، بعدها نرجعوا للمؤسسه الناشئه. والله انا في الديبيو تاعي ما كانتش كل عندي هذه الفكره انه ندير مؤسسه ناشئه، ومن بعد الظروف هي اللي كيما نقولوا كانت فكره توجور تراودني لازم ندير حاجه تاعي انا خاصه بيا. الو جي اونغاجي في الناس كاملهم يشوفوا سمعوا اسم المؤسسه هذه المصغره ولكن ما عرفوش واش ديري اكزاكتومون. حنا السوسيتي تاعنا سي بور لو نيتواياج، تو تيب دو نيتواياج، سوا بور لي بارتيكولي ولا بور لي بروفيسيونيل. تسمى نخدموا مع لي كليون نورمال ومع المؤسسات ثاني، ندير لهم تنظيف تاع لي زوتيل تاع المساجد تاع كيما نقولوا الواجهات تاع المحلات. وايضا كان عندنا يعني اقبال جدا من عند الزبائن وسورتو النساء اللي عندها ما عندهاش تكون ديباسي، ما عندهاش الوقت، ما عندهاش. تسمى خممنا احنا ثاني في هذا الفئه تاع الناس سورتو يعني اللي تخدم ولا اللي ديباسي،
ثاني درنا لهم بلي يدخلوا المؤسسه تاعنا، تدخل للديار دير نيتواياج للديار، دير لو غومين اي جوستمون. احنا نشوفوا انه هذه ثقافه جديده دخلت على الجزائر، كاين اقبال عليها مليح، كاين من طرف الناس كاين اقبال خصوصا في الناحيه الخاصه، اقبال كبير جدا سورتو في المواقع التواصل الاجتماعي، حتى ديفو ما نلحقوش ريبونديو على جميع الزبائن اللي يتصلوا بينا يحوسوا، كاين اللي يحب يفهم برك كيفاش، باسكو صح هي فكره جديده على المجتمع الجزائري بصح يحبوا يفهموا، ويعني والحمد لله يا ربي 95% تاع النسبه تاع الزبائن اللي وكل راضيين وعجبتهم ويعاودوا يعيطوا لنا ويتواصلوا معنا والحمد لله يا ربي. الحمد لله. ما انت بدايتك ما عندهاش بزاف كلك كوموا اون فادي اوت اللي فات فوالا يعني تقريبا عام. نعم فوش شفتي التطور كيفاش بديتي وين راكي لحقوا اهدافك المستقبليه في المؤسسه؟ انا الحاجه الاولى اللي ساعدتني هي هي لي ريزو سوسيو، هي اللي عطات لي كيما نقولوا الكوت بوس تاعي فوالا، هي اللي كيما نقولوا طلعتني فريمون، باسكو علاش درنا دي بريستاسيون في اي بي بور المشاهير بور نخدموا لهم لي ندير لهم لي رونجمون تاع لي دريسينغ تاعهم، والله اي بريفير لا كليون تاع البريفير تسمى تخدم معايا سوسيتي. كنت اتصلتوا بيا اون فوا فوالا وي هذا وين تفكر شفت فوالا تسمى نخدموا دي بريستاسيون المشاهير تو، هي تستحسنها هذيك سوا الانسان هذاك ولا الكليون هذاك يستحسنها كوتي كونفيونس، تسمى لا سوسيتي تاعنا اسيوم تو، تسمى زعما الحوايج دو فالور ولا لي بريستاسيون تاعنا، عندنا دي بريستاسيون في اي بي كوم عندنا دي بريستاسيون بور تو الموند، اي كليونت نديرو نيتواياج، خدمنا ثاني مع لي سوسيتي لي ريستورون. راح نواصلوا ولكن عندنا مكالمه. الو منال. الو الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته، شكون معنا ومن عبد الله من الجي. مرحبا بك عبد الله، صحة حياتك. منين من الجي عبد الله؟ من كاريتوش يا اخي. خيار الناس، عندكم واحد شوية شحال بنين يا حبيبي. ربي يعافيك، روحنا عندك نحفر خويا، سلام وين حبيت. ربي يخليك، شكرا. صحيح خويا رياح، صحة. عبد الله مش عارفه اذا سمعت عن موضوعنا الصباحي، موضوعنا حول البكالوريا، حول التحضيرات النفسيه لنتائج البكالوريا، وتحضر معنا دوكا في المؤسسه الناشئه لستارت اب مها، اذاك حاب تحكي معها. لكن قبل هذا مريت بمرحله الباك، جبتوا ما جبتوش التحضيرات التخوف مازال انت جوزت العام هذا الباك؟ هذا العام نعم جوزت الباك هذا العام. ارواح الاهل مصباحنا نحوسوا عليك، ارواح احكي لي كيفاش راك تجوز هذا اليامات؟ والله نورمال يا خو شوية ستريس تاعك تعرف مي تعرف خلوه على ربي. لا لا دقيقة هذه نورمال ما عجبتنيش، والله نورمال عادي. جاتك فيزا كي وحدك شفتها؟ انا جاتني فيزا. الجزاء من جنس العامل. والله ما سمعتك وشنو؟ قلت لك الجزاء من جنس العامل، تما خدمت تدي ما خدمتش ما تديش، حاجة نورمال شغل. وانت خدمت من هذاك الناس من هذاك لو جونغ اللي شغل تالمون خدموا مليح راهم ضامنين. ماشي ضامن. معليش ضامن ربي ان شاء الله تجيبو بوكوا با، مي في الدار ماهمش يديروا لك ضغط، ما عندكش ضغط عائلي من لي باغون من لونتوراج تاعك؟ شويه يما الوالده. واش تقول لك؟ احكي لنا احكي لنا شويه. بالنسبه لي حابه نفرح الدنيا وكذا ولازم تفرحني، قرايه هي كلش ومن نفس عمي هذه نورمال ديف تاع القرايه هي كلش. صح نطرح لك سؤال وجاوبني يعني بصراحه. انا كي بدات نعمتك دايما كي قربت دوكا النتائج تاع الباك ندمت شويه على اللي ما قريتش من قبل ولا لا؟ لا شويه بس حاجه سهله ماشي حاجه صعيبه. قيس 2000 ندم هذا باين نسيت. والله انا حاسك ندمت شويه، قيس 2000 برك ماشي حاجه. مي باغ اكزومبل اون فادير ما جبتش الباك بعيد الشر على مسكين يا ودي الطفل خليه ما تفوليلوش للشر. لا لا خو ما نلعبوش. راح السينيال راح السينيال ما انا على مسكين. والله غير نسبوزي لا كيسيون تاع رياض. ديك اون فادير ما جبتوش كامل كامل نبداو نخمو في بلون بي، زعما حاجه هكاك حاب ديرها زعما تقول مانيش اذا ما جبتوش شنو حاب ندير؟ دوك نبداو كيما نقولوا الهوايه ديالك واش راك حاب؟ انت واش راك حاب من غير البكالوريا ولا كي تجيب الباك ان شاء الله غنقولوا جبت الباك، اختصاصك حاب ديرو؟ كي نجيب الباك واش ندير؟ اكزاكتومون نكذب عليك ماهيش حاب نكمل زعما الاخر ماكري العلم ونور وكذا فرايا كلش ماهيش حاب نكمل. حسيت بان بدا يهضر يا خو انت هايل. فهمت لا بروميير كيسيون وصلنا للعلم ونور صح فهمت علاش بوزيت لا بروميير كيسيون وكي عاودت قلت له هيا راك جبتو العلم ونور ما ندير به والو. معليش يا خويا ربي يقدرك واللي فيها الخير ان شاء الله ربي يجيبها. يا خو نسقسيك حاجه برك قبل ما نكوبي، والله انت تشوف بزاف تيك توك، تيك توك كيف الليل تشوف وكاع. عندي تليفون يا خو نحيتو تيك توك
داكوغ، عن بالي من لو جون اللي يحب هذيك تاع هكا شغل كيدير هكا تعاود تجيه الباك والكذا. شكرا لك خويا، يعطيك الصحه صباح ان شاء الله مبروك عليك، ربي يخليك. شكرا. بو يا مشاهدينا، رانا بعدنا شويه على الموضوع، عاودنا رجعنا لسؤالنا وموضوعنا التفاعلي النهار اليوم. نعاودوا نرجعوا ليك امل، نرجع بوكو بليس، حاب نتطرق للنقطه اللي من نهار جاتك الفكره، حتى باسكو علاش كاع الناس عندها افكار بصح اوكي راهي عندك فكره، ومن بعد كيفاش دير؟ لقيتي صعوبات؟ الحمد لله. معليش احكي لي واش درتي؟ هاي عندك فكره ومن بعد؟ كاي واحد ممكن او حاب يدير ستارت اب وما يعرفش كيفاش يدير، اولا هي فكره، دير لي تي دو بروجي تاعك، شوف اسكو لا رونتابيليتي تاعها لونغ تيرم، ولا تسمى باش دير على روحك تكون قاعد نورمال ومن بعد تروح دير على روحك بروبليم، سا سفي با. دونك لازم اول حاجه لي تي دو مارشي تاعك، اسكو لا رونتابيليتي، اسكو هذه ليدي يسحقها المجتمع ولا ما يسحقهاش. لا شفت باللي كيما نقولوا سوا سيرفيس ولا سا ديبون تيب تاع الفكره تاعك وشن هي، لاش تروحك باللي يسحقوك الناس وتقدر تعاود فيدباك تاعها تجيب لك كيما نقولوا المردوديه تاعها وانها تساعدك وتطور منك، تونجاجي سينو ما تونجاجيش. ثم كيما حنا انا درت لي تيود دو مارشي تاعي، لقيت باللي في 10 من الناس 6 من الناس يسحقوا لي بريستاسيون تاعنا في كل تدار. انا نهضر على الفكره تاعي، انا في النسبه، انت درتي النسبه، درت نسبه، هزيت النسبه تاع ناس، شفت في 10 في 10 من عينات 10 عينات 10 منازل ولا 10، لقيت 7 ناس يقول تقول لك ايه. انا درت سونداج كنت قاعده مع البنات نحكي، بصح هذا ماشي اللي دي تاعي انا نحكي برك، تسمى نروح معاها نشوف تقول لك والله تكون لقيت لي يجي هكذا ينقي لي وينيطوي لي وهذيك ساسخا ميو، انا راني ديباسي مع الاولاد مع خدمتي مع هكذا، نروح للدار نشوف داري ماشي بيان. لي سوسيتي ثاني كيف كيف تسحق واحد كيما نقولوا هما مقلل لي سوسيتي هذو بروفيسيونيل اللي تقدر تنقي لك لي فيتغ تسمى افيك ماتريال مليح تسمى حوايج هكذا، لقيت باللي عندي اقبال. صراحه منال هذا مشروع رائع، ولكن كاين واحد المشروع رائع بزاف ثاني واعر اللي هو واحد لا صالا دو فروي راهي تخدم فيها باهي. سمحي لي بصح دوك نولي ليكم. باهي انا رجعت لك، وشنو وراء لا صالا دو فروي؟ لا صالا دو فروي مصباح وانا نشكر فيك اسناني معلا يا با سوسي هاي اللي براسيت باش ما نشوف ريحه الحريره. يا منال هذه مازال ما كملتيهاش، معليش خليها من بعد ونحكوا عليها باش نعمرها مازال باسكو شفت الحريره اللي دنيتها باش ما تريش. قلت لك رياش الحريره تاعها بون شو لا ديكو ديجا كيفاش راهي. راكم تشوفوا يا خوتي، روح يا الكاميرا مان ميرسي، روح تشوف يا خويا، شوف الحاله كيفاش راهي هنا. عطونا يا مخرج لقطه شابه. ايوا شوفوا لا ديكو ديجا كيفاش هي مكوبيتها، سا دون اونفي باش الانسان ياكلها. دوكا هذه نعمرها لداخل، عمر الداخل هذه المغرفه فيها العسل. عسل ما عطيني حاجه واحده اخرى بليز. ايوا العسل درتيه لداخل هنا، درت العسل القارص باش ما يكحلش التفاح، وخير لي كولور نوعوا شويه زعما فوالا هكاك. ريحة العسل ولا وشنو هذا، عسل حر ولا سا ديبو؟ إلا تكون جودة مليحة علاش لا، في بلاصة السكر مليحة. خلط لك شوية ألوان هذا وش براسك، أنا راني مع الحريرة. لازم باسكو كي درت لها هذيك يعني هنا نوقف معك فوق تشد بصحة. يخصني شوية عفايس خضورة. طيب هضرنا على الحريرة، أنا رايحة نجي للحريرة، دوك نروح للحريرة، ما حبيتش نشوف الحريرة يوجعني قلبي كي شايفه. تما كان نشوفها لازم ندوقها سير بلاس تاعك باهية باسكو فغيمون الحريرة تاعك راهي سبيسيال. إيه الله يسلمك. عندها حاجة نكهة خاصة في لي زيبيس. واش ديري كوم إيبيس؟ لي زيبيس أنا شريهم من وهران. وشنو هما كامل كروية؟ هما شوفي يبيعوهم عندهم مارشي تما سبيسيال، كاين واحد نوجه له تحية له شوف، واحد يبيع لي بيس تقولي له ايبيس حريره اون يعني ميلونج، كاينه ميلونج على لي زيبيس تاع حريره، كاينه ميلونج هادوك تزيديهم. شوفي كاين دي كوب يتباعوا تاع حريره. سمحي لي قلتي كاين الان والدو، واش لا ديفيرونس بينهم؟ كاين اودو الان ديريه طيب معاها، والدو مور ما طيب تزيدي ديري الكياس. جيبي لي معاك يا با بروبليم. سينو نقدروا نديروا هنا اللي ما قدرش تروح لوهران ولا نديروا كاع لي زيبيس ابار الكمون. اعطيهم منهم كامل، كاين العكري، كاين زعفران، كاين فلفل الكحل، كاين زنجبيل، كاين كركم، كاين هادو كاع راس الحانوت سورتو لي بريمير دو بريمير. شوفي هو يعرف طيب عجبتك.
والله غير مليح ما شاء الله يعطيك الصحة. دونك هذه قريب طيب ولا مازال يطيب؟ مازال دوكي ديت لافارين هذه كل خميرة اوتوماتيكمون نخليها طيب طيب باش ما تضرش لافارين والخميرة بيتها في الليل خمرت ونعاود نحبطها. كيفاش خميرة اللي نعرفوها خميرة لو فيغ دو بيغ تاع الخبز وديري الحريرة بالخميرة بيان سور ايشي هاي لاستوس تاعك ايه ايه فوالا ايه سي فغي باردون ايه صح صح هي كي ندير لي ليغوم كاع باسكو حريره نورمال يديروا الخضروات يديروا باك الفرينه بالقرص يعقدوها حشيش ومعدنوس فوالا انا واش ندير؟ ندير الحشيش النعناع والكرافس سيرتو هادو ناكد عليهم معدنوس ما ديريش نو 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 معدنوس والخميره تخمري عندك الخميره ديري دو كويير سا ديبون لا كونتيتي انا درت هنا ثلاث مغارف فرينه ومغرفه خميره هذيك لو فيغ دو بيغ باردون واش ندير؟ نخلطهم بشويه ما يخمروا لا في 24 اور لازم يخمر وتعاودي تحبطي يخمر وتحبطي حتى تجي طيبي باش ما تضرش وتعطيها انكو بنات على عسل وتخليها تعطيها انكو ترميها بك مع لافلات لازم تعقاش ومن بعد نرميها في الحريره نمرق ونرمي نقعد نحرك نحرك حتى طيب هذيك لافاغين وما نرحي كلش بالبغا ماما انا نجي عندك هذه المره ماشي رياض مرحبا انا صلاه فروي بالعسل صح حتذوقي حاجه واعره حاجه واحده عندك مكالمه تحبي نديروها لك ولا هنا عندنا مكالمه الو صباح الخير صباح الخير صباح الانوار مرحبا بك شكون معنا ومن وين ايه من معسكر مرحبا بك ايه بناس معسكر هذا ثاني اتصال لنا من معسكر ايه موضوعنا لهذه الصبيحه يحكي على البكالوريا وكيفاش يحضر نفسه التلميذ اللي يجوز الباك ولا لي بارون تاعو الحاله النفسيه قبل الباك ولا باردو قبل لي ريزولتا تاع الباك انت عندك واحد في لافامي ولا واحد يجوز الباك هذا العام واه تاع عمتك راه كيفاش راهي شويه ستريس لي بارون تاعهم يديروا لها شويه ضغط شويه يستريسيو فيها شويه نو نو امي عاونت فيها انت تعاوني فيها انا فعلا نعاون فيها اكيد تعاودي في البكالوريا تاعك في الباك لا قلت لك بتعاونتي بتعاونتي هي تجوز الباك وانت تعاوني فيها داك وانت جبتي الباك ولا كي توجدي له مازال الو واه يسمح فيكم قلت لك انت هذا العام جوزتي الباك ولا جوزتيه من قبل؟ اوكي مع الاسف انقطعت المكالمه نرجع لك مها مها من غير لو بروجي تاع النيتواياج تاع لونتربريز ثاني فتحتي ولا درتي ان اوتر برودوي؟ كان ثاني فكره هو البرودوي هذا عنده علاقه بالبروجي تاعك؟ لا ما عندوش علاقه هي جوست اني بور تسمى باش نزيد نطور من المؤسسه تاعي اني استغليت علاش نروح نخير ديزودوريزون ولا معطر تاع دار تاع اون اوتر انتربريز الوغ كو انا نقدر يعني ندير تاعي اللمسه الخاصه بيا انا تخبي ممكن نشوفه وي احكي لنا عليه فقط هو على باز هو مكون يعني ب يعني درتي تاع العود شباس بالعود هو فيه يعني هو مليح تسمى انا على باز درتو لل سوا بور لي ريدو سوا بور لا ليتري تسمى الدار كي تكمل تتنقى اي امراه انها تحب تشم ريحه تاع الدار تاعها تكون ريحه النقاء ريحه النظافه ريحه الايجابيه ريحه هكذا توجور كان توجور هذه الفكره في راسي انا جلستها يعني ما تحقش يعني سي جوست هي سي جوست اونجاجي سي تو بعدا لي زيدي وحدهم يجيو لي ان شاء الله هذا سي باز دو العود تسمى وفيه دي حوايج تسمى انا حبيت نركز على انه ما يكونش فيه هكذا دي برودوي شيميك ولا باش مام الاولاد صغار في القش ديالهم حاجه طبيعيه حاجه طبيعيه فوالا مام ما تخليش لا تراسيبيليتي تاعها في القش على فوالا ايه سي صح من ريحه العود ريحه الحريره هناك لاحق رياض انا وعندي دوكا وبان مشروع واحد اخر قلت لها شوفي من الاخر لازم ديري لي كيش كيش اليك الخط هنا اليوم جبت لكم كيش نو باسكو كي دوموندات منال اوتوماتيكمون رياض يدوموندي ولا كيفاش ما داش مبان هذه هي خلاص ثاني درت لك حاجه تحبها بون اليوم نديروا ان كيش بولي حاجه لي فيها لي ديفير لي كيش بولي الاخرين انا ندخل مع لافارس تاع لاكيش الجوز كيما نعرفوا الجوز يتماشى مع الدجاج واللوز يتماشى مع اللحم هذه باذن الله كي نوصل لطاوله التقديم اول حاجه ندوقها باسكو دوك راني دقت لاصاله دو فري خبيه بصحتك يا سلمك قولي لنا كامل واش كاين في عندنا بون لاباط نديرو اون بات بريزي عندنا لافارين بون دوك هاي لك لافارين عندنا لافارين ماما عندنا مارغارين عندنا 250 غرام فارين 125 غرام دو مارغارين الملح
وبون هذه سي لافارس ونطبها بحبابيد. هنا لافارس نقلي الدجاج والبصل حتى يطيب شغل الجواز يطيب، ومن بعد نحيه نخليه حتى ينشف. نحيه نرحيه ونخلط فيه الجوز الفرماج البيض لاكخان فريش وشيدر كلش. فوالا يعطيك الصحة باهية، الله يسلمك، نلتقي بعد قليل إن شاء الله. إن شاء الله منال نختموا مع ضيفتنا الكريمة ومن بعد نروحوا نشوفوا أمل وش هم دايرين إن شاء الله. يلا مها ملخص القول في ختام هذه الصبيحة معك، لو تعطيها كان كونساي للشباب. صح للشباب اللي يهتموا بهذا الشعب، هو انه اي لاجونيس هذه اللي راهي جايه، الجيل هذا اللي راه جاي يستغل اي فكره تكون في راسه. سي جوست كيما نقولوا يدير الدراسه تاعو ليتيود تاعو مليح ويسونغاج، يعني ما فيهاش. وتزاير راهي كيما نقولوا راهي تعاون في شبابها، بالعكس حنا اللي نعدلوا بلادنا وحنا اللي نطوروها وحنا اللي نعاودوا نرجعوها بالك الافضل يليق برك يليق تبدا. يعطيك الصحة، شكرا لك. واهم نصيحة انا نوجهها للناس اللي يشوفوا فينا منال، كاين بزاف ناس اللي يقول لك لا المجال هذا فيه بزاف غاشي، كاين فيه كونكورونس كبيرة، الوغ كو لا كل واحد عنده البصمة تاعو والرزق على ربي سبحانه. يفو جامي بونسي كوم سا. يلا منال شوفينا مع امال والميك اب ارتيست، ولا نولوا لهم من بعد هذا الفاصل تلقاوني عند فن وابداع. مشاهدينا رجعنا لكم، ومن امل ايت عيسى من الغضاب ناخذك شنو تلقينا في هذا البلاستيك. مي با بروبليم، هاي نحيه كان خاف عليك نخاف خبره وانا ما نجيش نسي. والله كنت ندير لا بينتور سور سوا بيان سور، سيتي لون دي بروميير تكنيك ان فيت اللي دخلت عندنا غير لا بينتور سور سوا. داكو الو فلا بينتور سور سوا تبداي بهذا على توجور نبدا بالميديا ميكليرسيسون هكذاك باش إلي بلون إن فيت ترانسبارون، باش هكذاك ميم ولا كان نخرج وكان عندنا اون بوتيت فيسيور داك اون بوتيت سارتي هكذا ما يهمش يكون في البلون. دونك جي با دو بروبليم، نعاود نشف نعاود جو تراس نعاود نغلق هذيك لو باز. هذا سي لازم يبداو به الوغ بي هذا الميديوم. كونت اون دي ميديوم سي بور ديغرادي لا كولور، دونك انا نبدا بالميديوم باسكو انا كنت خايفه وندير بلا تخافيش حطي بس حنا دوك نشوف بلي ما خرج خلاص الى لي با سورتي صافي حطيت مليح لا غوتا ديالي كوم جي ايتيزي لا غوتا ترانسبارونت ما نشوفش مليح وراه لا غوتا كي تشفت ولي ترانسبارونت. دونك لا سي بون باك ديريكت خليه يشوف ولا نوضح ديريكتومون لا كولور. ا بارتير دو لا جو كومونس ا ميتر ما كولور غنحط الالم باسكو لو كان حط لا كولور ديريكتومون ريفوزي لي خلاص جو بو بلو راترابي جو بو با راترابي. هايديك هاني نستعمل الالوان ولا كولور ديال ديغرادي وندير ديغرادي. هذا الميديوم سي تو سكي ميديوم سا سير ا ديغرادي لا كولور بلا ما نبدلها اللون ديالها. دونك جو ديغراد توجور نعاود نولي الميديوم ونخدم بالديغرادي. كي تشوفوا يفوزي وحده غير يلحق لا غوتا يحبس شغل صافي ان باراج كولور. دونك فوالا سي فريمون تري تري جولي ا ترافايي سورتو كون سي في سور دو لا سوا ناتورال سي ان اوتر ترافاي. Très bien. Même pas le jaune ou le médium liberté. La troisième couleur, c'est que j'ai choisi le violet. Donc le violet, c'est des contrastes. Oui, ben marron. Avec le dégradé ou le marron. C'est le fait que le violet est mélangé avec le jaune. Il me donne la couleur. Les habits de derby ont un nombre. Nadert bi had dal. Donc quand je mets sur le jaune, il va aller un petit peu dans le marron. Donc voilà, et je dégrade. بيان سور ما نقيش لا غوتا، ما نزمش نحط اللون ديالي ولا البانسو تاعي فوق لا غوتا، باسكو كنحط فوق لا غوتا راح يخرج ويخرج لكم كامل فوق لا سوا. سا سري دوماج ان فيت سي جي انفي دو غاردي لو فون بلون لازم نروح بلا عقل معاها. سي ان ترافاي ديليكا، نروح بلا عقل في الخدمه هذه. سي تري تري فان ا ترافاي. Donc voilà, les couleurs comme une très jolie gamme, une large gamme de couleurs flacées, acide, PBO. Donc comme Alouane, Bzef, Chabine ou Mayhin. Donc vraiment, elles sont faites pour travailler sur de la soie, sur de la soie satinée, sur de la soie tannique. Qui le foulard, c'est la même technique. La moussine de soie, bien sûr, c'est la même technique sur de la moussine de soie. Mais quand même, le dégradé. Si, si, on a fait le dégradé de couleurs, de vert, voilà. دونك فيها الديغرادي راك تشوفوا بلي ما خرجتش من لو ديسان ديالي.
دونك فوالا تصيبوا هاد الادوات كامل اللي استعملتهم تصيبهم في المحلات التكنو بيان سور ومرحبا بكم سورتو بور لي نحط بك الفاس باش ما نطاشيش هي كي دير انطاش انا بالك راني خايفه جبتهم كاع منا اتمنى تحب دير لي طاش حنديه معايا دونك شوفوا هنايا سي جوست ان بتي موتيف كنت تاني درتو باسكو نديرو بزاف حنا في تكنو دي سورتي هكا ونديرو دي ديمونستراسيون في لي ولايه نروحو نوري لهم شويه كيفاش نستعملوا الالوان لي كولور لي برودوي بي بي او ولا تكنو ولا امستردام دونك توت لي غام لي في تكنو دونك ندير هكا دي بيتي زيسي هذا كنا درناه ديجا مع بعض كيف كيف هذا لا ميم تكنيك برك هذا سي تاع لي زاكوار كنا خدمناه ديجا خدمنا لي زاكوار الفوقو من بعد سي جو فو من هذا سي ان فون ندير ان تي بوشوار من الفوقو نقدر ندير ان ديسان تاع سي ان فون ميم لو ديسان نقدر نجي نستعمل وندير ان فون من الفوقو هذا نورمالمون ديه معايا ديسان من الفوق جاك اسورتي vraiment assorti. Donc voilà, moi je vous demande bien sûr rwahou مرحبا بكم في الورشات تكنو. هنا وراك واحد سيبو ورشات عديده في تاع التقنيات عديده في الورشات هذو. هي في الصيف. دوكا لا بيريود وين الواحد ماهوش خدام. Alors même دي ديامات ولا 3 دو فوا باغ سيمين. toute la semaine. toute la semaine. يعني كنا حنايا في وقت القرايه ايتو في عندنا اون فوا باغ سيمين. مي لا يا دي زاتولي ديفيرون toute la semaine pendant tout l'été. ان شاء الله دونك انفون كوم ادولت دونك مرحبا بكم لي زاتولي سون غراتوي دونك فوالا في محلات تكنو وعندكم اون باج انستغرام وين الواحد يقدر يكونتاكتيكم الوغ عندنا تكنو ارت تكنو فاين ارت ولا امل عيسى بيان سور راني هنا جو ريبون سون بروبليم وي فو ريزيرفي اون بلاس قبل ما يجوا يقدروا يعيطوكم في انستغرام نو فو فينير انا جو سوي با تاع ريزيرفي الدنيا ماهيش مسيد هذه سي با اون اكاديمي ولا فهمتيني كاينه اون شارج كاينه اون شارج حنا نسعي دو ديفيزي من بعد نديرو نص الصباح ونص العشيه باسكو سي دو فريمون دو زور دو تون ماشي حاجه دونك اون بو توجور لي ديفيزي ونديروهم فوالا صباح ولا العشيه ان شاء الله ميرسي امال خليك تكملي لو طابلو تاعك الوغ انيسا وين حقتي في الميك اب نورمالمون راكي في لا ديرنيير توش دونك جي في لي زيو درت ان بو ماروني في لي كوتي افيك ان ايلاينر فيومي Ou ferme les yeux s'il te plaît. Ou un peu d'orange flouest pour rappeler un peu l'été, un peu la plage, la piscine et tout. Ou je vais juste rajouter les fossiles. Ou je vais finir la bouche. Ou, ça un sera peu d'highlighter. Les lèvres fenudes. Fenudes avec un gloss. Doit-il avoir un contouring, je pense. Oui, un contouring avec un blush. Très bien. Quand je parle avec toi, Anissa, vous avez une page Instagram. Oui, exactement. Vous faites les déplacements. Je fais des formations techniques pour les filles. Oui, oui, exactement. Je fais des sur ma page Instagram à chaque fois, on me dit voilà, il y a une formation tu as auto-maquillage surtout tani parce qu'il y a beaucoup de personnes les ma'rfouch chi maquillou la rahom. Donc voilà. Donc c'est des sessions où on n'allem lhom kifash ils utilisent les pinceaux. Et vous donnez la base. La base vraiment ou même les produits li tahqouhom, tma la petite trousse tahkom li fiha les petits produits li andkom li tahqouhom. Donc c'est ça où je fais des vidéos reels sur Instagram. Je mets les produits en valeur. نهضرهم على les produits نسيهم les ملاح les ماشي ملاح. Donc c'est ça en gros. Vous maquillez les mariés. Oui. Quel est le déplacement oui. les mariés? Déplacement en salle, déplacement ou même huma s'ils veulent ils peuvent venir chez moi. Invités et mariés. Même même pour mhibat, khutba, tout ce qui est même simple حتى le marié. Très bien. Anissa, tu as la page Instagram tag. Ça sera by Miss Attractive. De toute façon, vous allez l'écrire en bas. D'accord. OK. Merci beaucoup Anissa. Yisselmak, merci. نرجع لك رياض يلا منال مرحبا بكم من جديد نعاود نرحب كل مشاهدينا اللي انضموا الان لقناه سميره تي في في برنامج سميره مورنينغ نقول لكم وصلنا لاخر فقره والفقره هذه راه حاضر معنا فيها ضيف عزيز علينا فنان قدير ومحترم جدا نحبوا صوته ونحبوا احساسه ونحبوا اداؤه وحاضر معنا رابح العاصمي رابح اللي هو كذلك من بين الناس اللي كملوا قرايتهم وداو لا ليسونس تاعهم ولكن ما حبوش يكملوا فيها وراحوا للغناء يلا رابح مرحبا صباح الخير مرحبا بك رابح نورتنا في هذه الصبيحه صافا لاباس صباح الخير عليكم انا فرحان باسكو لقيتك انت اول مره منال رياض
اول مره تلاقينا في شو بلاتو؟ نو ابو جست معايا بليزيوغ بريس في نوتخ ايميسيون. كبرت حسيت بالكبر سامعني خلاص خلاص وليك شوف. معليش معليش اما مي سوغ لو بلاتو ماكن نبعث لك لي باساج جست معايا بليزيوغ بريس. معليش سي با نو سي لوجيك انه صباح الخير عليكم وجست بزاف لي بلاتو بالعربيه. الله يبارك. الله نقول لكم صباح الخير عليكم، صباح الخير للمشاهدين اللي يشوفوا فينا كامل، صباح الخير لقناة سميرة تي في، شرف كبير اللي راني معكم اليوم. ربي يخليك شرف. العيد وجاز غير كيما ما قادوش نقولوا صحة عيدكم وكامل. نهضروا على عيد الاستقلال، نهضروا على عيد الاستقلال. صراحة حضرت عمل رائع لعيد الاستقلال. فكرتني على عيد الاستقلال البارح وحدة في الماسنجر بعثت لي جوايو 5 جويي. اها. ضحك شغل خلاص مرة ما كانت يعني ما كانت مرة ما سمعنا بها قلت لها بصحة ولهنا الوغ شرف ليا اللي راني معاكم اليوم ربي يخليك شرف ليا. نعم كنت حضرت عمل مؤخرا خاص بالجزائر كليب جديد عنده عام اللي ندار هذاك العام اللي فات ولكن زاد عاود حيا حيا بشكل كبير هذا العام راهو يمشي باسكو عمل الشباب كلمات كانت لمحمد صيفي والالحان كانت فريد يماني متخبل شونسون باتريوتيك افيك غران تونور نيت على بلادي والحمد لله. كيفاش احتاجت الفكره؟ بون باين على بالي باللي من بعد نحكي لك عليها تضحك يعني كيفاش صرات على بالك رياض انا حياتي كاع وانت تعرفني ماناش تاع البارح ولا صح. انا مطرب الاعراس يعني باش تكوني عالمه انا نحب مازالك تقول لي تكوني عالمه اه رابح جيبوا لي قهوه باهيه ما كاش قهوه باش يعلموا انا نحب الببليك يكون حاضر معايا كي نغني باش يتجاوب معايا. كي ندخل الاستوديو نحس روحي راني كاسك ومخبي كامل نتهيق فيه. يضيق خاطرك. يضيق خاطري. الوغ ان بوجور محمد صيفي نوجه له السلام والتحيه. جا لعندي قال لي رابح واش تقول اون فا بخوندغ ان كافي في باب زوار قلت له ما كان والو يلا. رحنا قال لي كي لحقنا شربنا قهوه قال لي عندي شغل هنا عند فريد يماني في الاستوديو ندوزو نقولوا له بونجور قلت له داكور. لحقت فريد واش يقول لي قال لي والله مع القص رايته قال لي يا رابح ولا غير كاين واحد الغنيه نحن نعطيها لواحد لا شونتوز دير لي تيموان. قلت لهم بصح ما نعرفها ما نعرف اللحن ما قال لي رانا قصارين ما عندنا والو اسمع سمعت لا ميلودي عجبتني قلت له ندير لها درت لها التيموان. بعد زدنا قصرنا ان بون مومون وزاد قال لي واش علي تعاود تسقمها لها باش تسمع مليح. واحد سانك فوا وحنا مع القصر راك تعرف كي نبداو نقصرو اون سوبلي لا سانكيام فوا قال لي اسمع الاغنيه ديالك ما فهمتش جيتي الوغ انت كنت تحضر الاغنيه ديالك قصر العبام ما حضرتها ما حفظتها انا قريتها عجبني لو كونتكست ولا لا ميلودي تاعها كانت سهله ودخلها في الحوزي شويه ما كانتش يعني كيما نقولوا كنت تحضر لها بلا ما على بالك بلي حتكون لا شونسون تاعك ما على باليش بلي ديالي يقول لي رياض انا نوجدوها المنال نديروا لها ان تيموا. الحاجه المليحه فيها سيكو انه احساس تاع الحب للوطن كان صادق. حسيت الكلمات عباك كي تكوني تغني تعيشي الكلمات تعيشي اللحن اللي تي بال فينالمون اللي تي تخي بال. نطلبوا من المخرج يعطينا نسمعوا مقطع منها. نو يا دو بريفيرونس كون غير خلينا نشوفوا كامل لو كليب ونعاودوا نرجعوا يلا المخرج. العهد مازال كانت أغنية الفنان اللي حاضر معنا هذه الصبيحة رابح العاصمي أغنية في القمة. الشابة تعرفي في الشابة كي تقول جزائر وحنا ولادها جزائر وحنا ترابها والعهد مازال سيبو تحسي بلي انت بنت الجزائر وانت من تراب الجزائر والعهد تاعك اونفير تون بيي مازال يعني يقعد انا بو موا فهمتو بلي حتى ولا متنا يقعد مازال يقعد دائما يخدم لولادنا وولاد ولادنا من الجيل للجيل تراثنا والحمد لله والله شوف رياض صدقني رحت لجميع بلدان بلادنا مليحه لا اله الا الله ويتمناوها كامل البلدان وعلى بالك منال في بلادنا ما تجوعيش صح في بلادنا ما تتعرايش وفي بلادنا والله ما تتهاني يعني إلا جعتي جارك يوكلك وإلا تعريتي جارك يلبسك وإلا تهنتي جارك يديفوندي عليك يعني صح. حتى ولا مش خلينا من الخو والأخت يعني هادوك قال لك إلا ما كانش عليه سيف يكون عليه نيف بصح أن سيتوايا يرفدك ما يخليكش الجارك سوسوا براني ولا لالجيريا ولا لالجيريان عندهم النيف ورانا شايفينها رياض وعشناها ماشي خطره ماشي زوج سي فري اكزاكتومون تكلمت رابح على التراث وكذا
انا كنت على بالي باللي انت حضرت الافتتاح الالعاب العربيه في 5 جويليا اللي كانت في 5 جويليا كذلك في التاريخ وفي في المكان كان افتتاح ولا اروع رائع 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 جيتي ابلوي تاريخ يعني الجزائر كلها عاداتنا كلها تقاليدنا والله والله كلها اللي عشت يعني بها وطننا وين راهي الكاميرا اللي تقابلني نقول له اللي دار اللي دار الفيستيفال نقول له هاو حقك الى اونوري البلاد يعني يعني عندنا كانت مجموعه كبيره موسى نون طارق كادم نقول لك حاجه كل واحد باسمه نحييهم نحيي كل واحد فيهم ونحيي حتى اللي كانوا لي بيرسوناج نحيي المطربين سيتي اكسترا اوردينير يعني ما بلادنا راهو حقهم ما الله على جو سوي فيير دات الجيريان والله صح 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 فقط رابح نذكروا باللي ممكن تصلوا بنا على رقم ظاهر اسفل الشاشه دوك حابين تحكيوا مع رابح العاصمي اليوم معنا هذه الصبيحه ونبقاو دائما مع موضوعنا الصباحي حول البكالوريا رابح انت جبت الباك ايه سي تي موفي سوفينير ما تهضروليش عليه باسكو جبتو نهار مات تيما الله يرحمها الله يرحمها بريفيركم معليش ما نهضروش على التاريخ نتاع اللي حنا يعني نهضرو على بيريود تاع لي زيتود ما درتش لا سبيسياليتي اللي قريت بها درت الدغوا ومن بعد دخلت نقرا وانا عندي الكونسيرفاتوار جو مي سو روتروفي دون دو موند ديفيرون دون ان اوتر موند وبعد دخلت في البيع والشراء جي ترافاي خدمت في لوكتيك لو موند تاعي غران ماشي لا لا اليوم رانا نتكلموا انا ومنال مع مشاهدينا على لا بيريود هذيك اللي تسبق الاعلان على النتائج واللي تجي بعد النتائج إيه شحال واعره لي بارون كيفاش يكونوا يديروا في الضغط لو ستريس وكذا عندكم في لا فاميلي راح يجوزوا الباك هذا العام ما عندك باليش ما لا بالي والله ما بالي باش كيتش رابح في اسا على باليش باش كيتش مش بونس با مي نوفو كاع كبروا مي يتزوجوا عندي العرس ويجوزوا واحد النهار العرس نحكيو على العرس لا عرس لا العرس خلونا في العرس من جد وجد يا خويا انا حفظت قريت ديتو معليش ما اللي ما جابوش ان شاء الله بالك اللي كان مرا هذا حاشم راك هكذا كما كنت حاشم رابح بالك كاين اللي كان مرا بالك اللي كاين تان فقدوا عائلتهم كما تقول في لابيريود اللي جوزوا فيها الباك ولا غير الباك سي كل واحد ودورو على بالك الباك سي سي لابيريود لا بلو سونسيبل في لا بيريود تاع لي زيتود اكزاكت شوف سيزيام وحده البي ام وحده لا ليسونس وحدها مي لو باك سي سي لا بورت سي لا كلي دو لا بورت هذاك الا فتح لك ديت الباك سي لافنيغ كي تاتون ومن بعد ديتيديون سي هو واش طارتو هو وي لا سبيسياليتي اللي يحب ويلا حب يكمل يكمل ما يحبش يكمل ما يكملش كيما انايا جولي ومن بعد ما كملتش بقى سي ان شوا سي لو شوا نرجعوا للاعراس دوك الفتره تاع الاعراس الافراح وانت يا مطرب اعراس وي دوك الفنانين شفنا باللي افون كان ان دي جي ويديروا عرس نرجعوا لفتره الاعراس بعد هذا الاتصال ركز معايا بقى معايا على الاتصال الو صباح الخير صباح النور صباح الانوار والسرور شكون معنا من وين معكم حنان من الغواط كيفك اختي منال لاباس الحمد لله سؤال عليك وبناس الغواط حنان صباح الخير صباح عليك الخير صباح النور خويا رياض اش راك؟ والله الحمد لله مرحبا يا مرحبا بك واش راكم لاباس؟ رانا هايلين كي سمعنا صوتك حنان حنان موضوعنا اليوم حول البكالوريا ولا كيفاش نحضروا تلميذ اللي راه جايب الباك ولا عندك واحد في لافامي نتائج البكالوريا عندكم انا دوكا راني نوجد له الباك على واش راكي تقراي جبتي الباك ولا بزاف كيتوجدي له العام الجاي لا مازال راني نوجد له العام الجاي ان شاء الله ان شاء الله نفسيا راكي واجده متخوفه راك شويه ستريس مع كيما اللي زيلات تاع هذا العام كانوا عايشين دقيقة 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 هنا سأسكت قليلا انت راك اون دوزيام اني ياك والستريس بداك دوكا هذه باينه تحب تقرا من دوزيام اني عرفت من درك صح اسمع لي بريباراتيف تاع الباك يكون في دوزيام اني اذا كنت بيان في الدوزيام اني جيب الباك ايه ان شاء الله لهنا ما شاطركش علاه باسكو لا سكوند سي لا سوي سي لو سويفي تاع تاع لا تيرمينال كان يقولوا لنا دوزيام بون انا كنت دوزيام اي سي يقيس الاول والثاني ليتيرار كي تكوني ادبي انا كنت ليتيرار واش راكي واش من التخصص راكي حنان راني تقني رياض لا انا لا انت تحسب مليح انا كنت ليتيرار واش راكي حابه ديري ان شاء الله بعد ما تجيبي الباك اذا جبتيه ان شاء الله كالكيلاتريس ان شاء الله ان شاء الله يا ربي رفع عليا للمحروقات وشنو وش قالت؟
المحروقات محروقات. ايه مليحه مليحه نو المحروقات تاع النفط وكذا بترول وفي داركم راهم دايرين لك شويه ستريس دايرين لكم ضغط قرايه مليح العام الجاي الباك واش دير روحك للباك ولا صافا لحظه امي كامل يستناو فيا قلت انا الوحيده اللي طول عام زين نجوز الباك يا اختي ربي ضغط كاع راهو عليك لافامي لافامي كامل يستناو فيا حنان عندها الباك عندها الباك عندها الباك راني نسولو لك ان شاء الله تجي هذا عامين قبل تما كيبقاو لك 15 يوم يا اختي ربي معاك يعطيك الصحة حنان شكرا على اتصالك الله يسلمك صحة عفوا بلغينا سلامنا لكل الناس الأغواط وان شاء الله تجيبي الباك ان شاء الله يبقى. ان شاء الله يا ربي نعيط لكم وتحضروا العام الجاي ان شاء الله عيطينا قولي لنا ان شاء الله يا ربي ان شاء الله يعطيك الصحة بالمولى الى الفنان جاي معاكم تفضلي اذا تحبي تهضري معاه هنا تحبي تهضري معاه قبل ما تروحي قول له راك منور الشاشة ربي يحفظك ان شاء الله ربي ينورك انا ثاني نقول لك وسلامي الحال كامل الناس الأغواط وان شاء الله ان شاء الله تجيبي الباك ديالك ونجيو للغوات ونغنوا لك ونديروا حاله الله ان شاء الله ربي يحفظك ونقولوا لك ونغنيوا لك نقول لك ماما يا ماما ولابسها الزرقاطي الاخوات مفضه الحزام غواطي ماما هذه تاعكم الغوات شكرا لك حنان يعطيك الصحه ان شاء الله شكرا حنان ربح مجال موضوع العراس ايه العراس لا لا قبل نعم بستخيص تاع الباك شفت رجعت لك يا حبيبي فكرتي فيه فكرتيني انا الباك عندي فيه موفيز باس فيه انه هذاك الوقت كانت يما الله يرحمها مريضه بزاف يعني اون بيريود كانت شويه ديليكات والوقت تاعي اللي جوزته انا جوزناه زوج خطرات يعني لا فويت تاع لو سوجي جوزناه في 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 جوان ومن بعد جوزناه في سبتمبر سيتي دو فوا داكور اي سيتي لا ريوسيت دي دو كوتي الحمد لله الحمد لله اي لو باك انا نقول والله من جد وجد دوك الباك اي بلو فاسيل على الوقت اللي كنا نجوزو حنا ميم بارابور لوش ميم بارابور لوش جوزنا حنا انا جوزته 91 91 سيتي با لا ميم شوز كو مانتنو دوك عندكم لي لونغ عندكم حنا لا لا كان الليتيرار وحده لي سيونتيفيك وحدهم لي ماتيلام وحدهم لي تكنيك وحدهم اي لا سيونس لي صحاب لي سيونس اسلاميك وحدهم سيتي با كوم مانتنو الباك دوك لي ديفيرسيتي راهم الله يبارك التنوع اي سي بو سي مليح فرحتوا وحد هالباك وكما قلت هو مفتاح سيبو. باب المستقبل شوفي التولويل تاع العرس وحده تاع الزواج التولويل تاع الباك وحده صح نرجعوا للعرس يلا تاع تاع الباك يسوني مليح الحرقه شو الى يو مون با مون فيس ربح الباك عبك اون مامون كي تقول وليدي ربح الباك فخر سي اكسترودينار ميم بابا كل سيبو ربح حكيها على العرس عندها ساعه وهي حابه تسمع شحال من لحلى عرس يا مناش بيبا فيهم البقلاوة ماشي البقلاوة على بالك أنا قلت لك ربح العاصمة هو سيت ان شونتور دو شو يعني يحب الغاشي غنيت على منصة يعني في دون تياتر غنيت بلوزيور بصح العرس طبلة تاع شابة شابة بزاف تحسي بلي لي فامي حبوك باش دخلوك لدارهم ناس حبوك وهذوك لي زانفيتي تزيري تدخل يشوفوك ربح نحبوه سي اكسترودينار كي تغني لهم تزيدي تغني دابور من قلبك ومن بعد تزيدي تغني لهم اليوم صح حتى فكره انه الفنان يكون في عرس ولا دارجه مؤخرا افون كانوا يروحوا شويه للدي جي ولا يقول لك الامكانيات لا تسمح دوكا يديروا دي ماي دي بي باش يكون ان شونتور اللي يحبوه في عرسهم وهو اللي يقيم الفرح ديالهم اكزاكت هذه كل واحد ومقدوره اكيد كاين اللي المقدور تاعو يلحق على اوركستر وكاين المقدور تاعو يدير دي جي وكاين ناس لاباس بهم يحبوا الدي جي سي دي جو على حسب المقدور لو نحكوا على المقدور المقدور لي بري يكونوا شويه ريزونابل باش هكا الناس كامل تفرح مع لي شونتور اللي يحبوهم شوفي هذه مساله تاع لي بري شنو نيغوسي مع يعني دوك نهضروا الواقع يعني الناس على بالك كاين بعض الفنانين عطاوهم يعني يقدفوهم وماشي حق عليهم يقولوا على فنان يخدم ب 30 مليون ووحده تخدم ب 40 مليون هي ما كاش منها ما كاش منها كاع يعني كل واحد عنده لا فورشيت تاع لو بري تاعو عنده لو كاشي تاعو و تو ديبون دان ارتيست ا ان اوتر دونك انا ما تجيبينيش الفنانين بلوس فيديت كو موا دونك انا ربح العاصمي راني عندي بلاصتي الحمد لله بصح كاين فنانين احسن يعني كل واحد ولو بري تاعو مي بصح لا فورشيت تقعد توجور اون بون فورشيت ميم هذاك اللي يلا ان غرون نو عنده تواضع اتونسيون الفنان حساس
يعيط له واحد زوالي ولا غير ما يردوا. وهذه يعني شهادة أنا يعني حضرت للرابح العاصمي يعني اعترافا يقولوا الكامل الجزائريين لم يشوفوا فينا بشهادة رابح العاصمي أنه في أغلب ليزيفانمون ولا الأحداث الفنية اللي يديروها جمعيات خيرية لفائدة مرضى السرطان ولا دار دور العجزة ولا يشارك رابح العاصمي دائما يشارك مجانا وجام يقول لهم زعما وكونتخيغ كابابل لوركستر يخلصوا من الجيب ويجي تاني هذه وكاين تاني ما من الناس ما عندهمش دوكا انا تنقولوا بعيد الشر زوالي وحبيتني انا زوالي ماشي بعيد الشر على فكره خلاص خلاص دوكا ماشي ماشي من حبان بنقبه كيما نقولوا انا رياضه انا ما تبدلش راتي زوالي الو واحد زوالي حبك حباتك حباتك تغني لها ما عندهاش تساعديها لو ماكسيموم وكاع الفنانين فيهم هذه كاع يعني سون سيتي دي نو تو لي زارتيست الجيريا عندهم هذه ما يردوش الناس ما حاجه مليحه وهاو حقهم كيما نقول لك منال جا الوقت باش تشوفي لنا شنو يفكر فيا اني رايحه ماشي راح نضم البلاصه يا منال حبيت تقعد معايا تاك تبدلها لا 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 والله الله غالب حبينا نقعدوا اكثر من الوقت الله غالب قبل ما نروح ايناس انيسه بليتو اعطينا هكايا عموما نشوفوا لو ميك اب الفينال ولا نحكي لحقه دونك ما كملتي وي كملت J'ai fini avec le rouge à lèvres et le gloss, un peu d'highlighter. Donc ça donne ça. Avec, je suis allée fossile sur le côté juste pour faire un effet un peu naturel. Ou une touche de gloss. C'est beau, t'as voilà. L'effet naturel. Surtout l'effet naturel, que tu veux te faire maquiller. Voilà, oui. J'ai essayé de ne pas changer son visage. Hadia. Donc voilà, oui, elle, mashallah, elle est toute belle. Donc, très bien, je suis الو غدا كان الميك اب تاع نيسا نهار اليوم اللي كان ميك اب صيفي خفيف تقدري ديريه في لا جورني كيما تقدري كيما قالت لكم قبل تزيدوا اون تاج تاع نظن قالت لنا لي بايات جوبونس ولا لي ستراس باش يكون مكياج خاص بسهراتكم وافراحكم قبل ما نختم معك حابه نعرف ولا كاين عرس من الاعراس اللي تاع ماركي ما تنسيتوش في العاصمه ولا برا العاصمه في منطقه من مناطقنا كاع العرس مو ماركي كاع هيدي كل واحد شارم تاعو وخطرة عرس هذاك ما نساهش الى يوم الدين انه ملي بديت نغني من رانا جينا حتى لبقاو على خير وهما يغنيو معايا حافظين حافظين وهذوك الناس كي دخلت للصاله يعني انا والاوركستر ما درناش في بالنا هكذاك احنا كي دخلنا كما قالوا لي هذو لا تشيتشي فينالمون سيتي مانيفيك عرس طوب دي طوب انت جبت تبقاو على خير حنا حنبقيو مشاهدينا على خير بصح نسمعوها بصوتك بعدها نختموا في طاولة التقديم اي سيدي بقاو على خير ولا واحد الغنية نسمعوا هنا ولا هنا معليش خذ راحتك رياض نسمعوا تفضل يا رابح نغني لك بقاو على خير لا لا بقاو على خير من بعد غني حاجة واحدة أخرى مقطع صغير هكا حبيت نغني الله الله كل عادك على بالك يلا الله الله اش داني نعشق الرشا المقنين الله الله يا ترى ما تلحق العاشق المسرار الله الله العسل في من تقو يحتفل بالزين ونبات هاني ونبات هاني حبي في حضاني لو يزورني البدر نرخي لو ستور ما معي تاني لو يزورني البدر نرخي لو ستور ما معي تاني.
برافو عليك رابح العاصمي، يعطيك الصحة. كل ما نلاقيه في أي حفل يقول لك غنيها لي، يقول لك غنيها لي. راح نكملوا هذه الحكاية ولكن نروحوا على فصل إشاري بعده، نتلاقوا في طاولة التقديم، ابقوا معنا مشاهدينا. رجعنا لكم مشاهدينا دائما مع هذه الصبيحه ومع مخرجنا، مخرجنا الفنان هاني اللي نحبوه المتواليه نوجه له تحيه، يدير لنا جو ولا اروع يا خالتي. سختو انا كاش نديروا حلقه من لاريجي باش يشوفوه ولا نجيبوهم هنا كاع ليكيب. مليحه نسلموا عليه. ايوه يلا بدينا نحكيو على الحريره، حريرتك اللي انا نعرفها ودقيقتها، عطينا هكا ريزومي عليها ولا صالاد دو فري اللي وجدتيها لنا تاع الصيف. بون الحريره كما تعرفي فيها كاع الخضر، فيها الزروديه، فيها الطوماطيش، فيها البصل، الثوم، الحشي سورتو، النعناع. يعني هذه باينه، هذوما كامل يعرفوهم، عطيناهم لاستيس اللي حكيتي عليها من قبل. لاستيس واش ندير انا لافي كي نعرف بلي راح ندير حريره، نوجد سا ديبون لا كونتيتي، ثلث مغارف ولا اربعه فارينه، نحط فيها اون كيير تاع لوفيغ دو بيير، خميره الخبز، نحركهم شويه ما. واش ندير؟ نخليهم هكذاك شافوا يطلع له لوفان، نحبطوا يطلع، نحبطوا يطلع، نحبطوا. غدوه من داك نجي نطيب، نديرها في لي ليغوم كاملين كي يطيبوا، ومن بعد نرحي كلش وش هي طيبه. انت ما تديرها؟ نفس الحريره. نفس الحريره. نورمالمون نبداو بالضيف كي شايفها بصح انا. دوك حريرتها اليوم تعود ديرها. انا بحطني نبداو. سلاد دو فخوي راهي باينه تاع الصيف خفيفه، درتي فيها كامل لي فخوي تقريبا. ابار السكر درت العسل في بلاصه السكر. اولا لا لا العسل خيم بلوس. لا سلاد دو فخوي بس انا دقت انا مقدر. عسل حرة بيان سور اللي يحب يدير عسل حرة كي يكون غيجين سينو بيان سور. علاش سقت عليك على هذا؟ بالك حتى تعطيونا لوتوريزاسيون. توك عطينا راي، هي نورمالمون نورمالمون تبداو بيا بصح راني شايفه هذيك ليديز فيرست. اي صح انا ما فهمتش. ليديز فيرست فلاب فلاتي بديت برابح فهمت الضيف وانا من انت باش ما توسخيش الشابادور تاعك. يلا معليش احنا راح ندوقوا ولكن نقول للمشاهدين ان شاء الله نكونوا كنا خفاف عليكم وقت في الوقت هذا تاع السويعه ونص تاع سميرة مورنينغ. تهلاونا بزاف في روحكم، نتلاقاو ان شاء الله في عدد واحد اخر. واش تقول يختم منا رابح؟ بقاو على خير. ايه بقاو على خير لازم تقولها لنا، خلينا نختموا سويا. ايوه تهلاو في روحكم. سلام سلام. عبد وصلي واذكر الله ساعة بساعة ويفرج الله، بقوا على خير بقوا على خير، قوموا نرحلوا الله يرد كل غريب لاهلو، بقوا على خير بقوا على خير، من صبح صبح من صلى على النبي محمد يربح، بقوا على خير.